صباح الخير لكل المشاهدين. يوم نهار الأحد 16 أكتوبر 2016، عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. بتعرفوا أنا دايما بكون متفائلة على مدى الأيام، إنما كمان نهار الأحد واحد بيكون متفائل بعد أكثر، لأنه بيكون ما عنده شغل، ما عنده ضغط، ما عنده عشق تسير، ما عنده أمور كثيرة بيكون عم بيعاني منها بخلال الأسبوع. اليوم حبيت أطرح معكم سؤال على الفيسبوك، هو قديش بتحبوا المفاجآت؟ بعرف كثير ناس بحبوا المفاجآت، يعني بينطروا أوقات إنه يي حدا حيعمل لهم مفاجأة مهضومة، أو بحسوا حالهم إنه ممكن يتفاجئوا بخلال النهار من خلال مفاجأة ممكن تصادفهم. أكيد لما عم بقول هون لما بتكون المفاجأة حلوة، لأنه ما في أبشع من المفاجأة البشعة للأسف الشديد، إنما كثير ناس حتى بيكرهوا المفاجآت، بيقولوا إنه لا أنا ما بدي حدا يجي يخبرني شيء مثلا بشكل مفاجئ، بحب برمش كل نهاري، بحب كله يكون منظم بخلال نهاره، ما حدا يطلع لي بشي يفاجئني بخلال هالنهار. اكيد هذا الشيء اليوم رح نتناقش فيه نحن وياكم بخلال عالم الصباح. واليوم الشيف عبد الله مثل العاده بيفاجئنا باطباق كثير طيبه. صباح الخير شيف. صباح الخير لك غيدة ولجميع المشاهدين. نهار احد ممتع، حلو انه الواحد الاحد اذا بدك يفكر بايجابيه هيك بيتسلى خلال النهار وبيعمل حساب للتنين انه حيبلش يرجع الدوام عنده، انه بيكون شوي عايش بايجابيه، هيك التنين ما بيجي بيكون ثقيل، بنعرف نهار التنين بيكون ثقيل. اليوم حتعملنا اكل ثقيل؟ لا، اليوم نحن حنعمل المشبك وحنعمل رقاقات بالتفاح واللوز مع القرفه والسكر. اوه طيب ناطرينك. اهلا وسهلا. وما في شك انه نحن اليوم مفرسين، انما بالدول العربيه اليوم بتكون بدايه اسبوع جديد. شو ما كنتوا عم تعملوا، وين ما كنتوا قاعدين، شو ما كانت مشاريعكم، اكيد ان شاء الله بيكون نهاركم حلو، واكيد تتابعوا معنا عالم الصباح وبدايته ما بتكمل من دون كارمن والابراج. صباحكم بخير. يوم الاحد 16 اكتوبر تشرين الاول. اليوم القمر مرافقنا برج الحمل، واليوم الساعة 7:24 دقيقة صباحا بتوقيت بيروت صار عندنا قمر فول مون. كيف رح بتكون تأثيرات هالفول مون على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. لأنه القمر ببرجك وفول مون، معناتها اليوم مولود برج الحمل تعتبر من الأبراج الأكثر نشاطا والأكثر قدرة على أخذ المبادرة. الأجواء كتير مهمة، هنالك وضوح في الرؤية وهنالك حركة ناشطة. تبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا مواليد نيسان، بالإضافة 29 30 و31 أدار مارس. ننتقل لبرج الثور. بتهدى الأجواء كليا اليوم لدرجة أنك بتحس حالك ضعيف ومش قادر أنك تقوم بكل أعمالك بسبب الخمول، الكسول، أو يمكن حتى عوارض هيك وعكة صحية عابرة. انتبه اليوم للمحتالين، انتبه من خيبات الأمل، بشكل خاص إذا كنت من مواليد شهر أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء أجواء ناشطة كتير حلوة اليوم، بتحمس مولود برج الجوزاء لحتى ياخد قرارات، ياخد خطوات، لحتى يشارك ويوسع دائرة تحركاته. بعتبر هيدا النهار من الأيام الفعالة النشيطة يلي مولود برج الجوزاء بيترك فيها أفضل الانطباعات. 29 30 و31 أيار مايو الأوفر حظا. بنكمل مع برج السرطان. تأثير هالفول مون عليك نوعا ما تقيل مزعج، بخليك تفكر أفكار غريبة عجيبة، نوعا ما بحاجة لمين يرفع لك معنوياتك، أنت بحاجة ضروري أنك تحط حالك بأجواء فيها شوية أشياء مهضومة حلوة بتسليك، وبعد عن المسائل الصعبة بقدر المستطاع. يمكن ما تقدر لأنه اليوم نهار كتير مهم وضروري تكون جاهز إذا عندك لقاء أو اجتماع. الأكثر تعبا 7-8 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد أجواء كتير إيجابية بترافقك اليوم، ويعتبر هيدا النهار من أفضل أيام الشهر. اليوم الأجواء مضواية على معلوماتك، ثقافتك، قديش أنت بتعرف، على كفاءاتك، على قدرتك لحتى تنوع ولحتى تعيش تجارب جديدة. الأكثر حظا 5/6/15 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء هالقمر الفول مون بيضوي على مسألة إدارية، على مسألة قانونية، يمكن مصرفية مالية أو استشفائية، فبدك تكون كتير منتبه. ليش؟ لأنه احتمال يكون في كمان بعض المصاريف الطارئة. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 3 و4 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. هيدا القمر البدر الفولمون عم بيضوي على نقاط ضعف موجودة بعلاقتك أو بعلاقاتك، سواء كانت بعلاقاتك الاجتماعية
او يمكن الشخصيه او حتى المهنيه، فبدك تكون كثير منتبه. في احتمال انه تستفز اليوم، وبالتالي مثل ما بنقول باللبناني تطلع من التيبك، يعني تظهر أسوأ الخصال اللي عندك، فطول بالك وعد للعشره. 15-16 اكتوبر الاكثر توترا. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبه لبرج العقرب بدك تنتبه على امورك الصحيه، هيدي بالدرجه الاولى، امورك الصحيه اللي هي العقليه والنفسيه وايضا الجسديه، فكون حذر، هيدا نهار مربك تحت تاثيرات القمر البدر، ومش بس هيك مكمله التاثيرات لبكره وبعد بكره. تبقى المواليد يلي نوعا ما اوفر حظا من غيرها بالرغم من هالجو التعبان، 20 و21 تشرين الثاني نوفمبر. ننتقل لبرج القوس. من الايام الايجابيه بشهر اكتوبر الايجابي بالنسبه لبرج القوس، الجو اليوم حلو، الجو اليوم معقول يحمل لك خبر سار، خبر مصالحه، خبر تقدم، خبر ناشط بالنسبه لك بفعل لك وبنشط لك حياتك المهنيه. الاخبار اليوم كثير مهمه، بتعطيك فرصه عاليه جدا لحتى تربح وتتقدم. المولود اللي لازم ينتبه بالرغم من كل هالاجواء هو 5 6 و7 ديسمبر كانون الاول. بنكمل مع برج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي هيدا القمر البدر مضوى على مسائل كثير شخصيه، مسائل مخفيه، على اسرار، فيها تكون اسرار شخصيه عائليه، اسرار انت حتى بالمكتب ما بتريد حدا يكتشفها، وبالتالي اليوم نوعا ما منك مركز كثير مولود برج الجدي، بعد عن المشاكل بقدر المستطاع، لانه من دون ما تدرى في احتمال انه تكون طباعك المتقلبه او مزاجك اللي مفكر انه ما حدا مشتلق له يسبب مشكل. كون حذر مولود 3 4 و5 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. الايجابيات والحظوظ والدعم والتأييد كله لإلك. اليوم مولود برج الدلو، أنت شخص قادر أنك تدافع عن قضيتك، تحمل قضيتك أو قضية أي شخص آخر وتوصلها للرأي العام أو إلى أذان اللي أنت بهمك أمرون. اليوم تتمتع مولود برج الدلو بالقدرة على إقناع الآخرين، أيضا بالتعبير عن الرأي، بالإجابات الصحيحة. اليوم ما في سؤال صعب عليك، خاصة إذا كنت طالب. لذلك قووا قلبكم مواليد برج الدلو، روحوا على زياراتكم، روحوا اجتماعاتكم، روحوا على امتحاناتكم. 28 ل 31 كانون الثاني يناير الاوفر حظا. بنكمل مع برج الحوت. ما في اي سبب عند مولود برج الحوت لحتى يكون عتلان هم، يمكن تكون في مساله ماليه لانه القمر البدر الموجود ببرج الحمل هو يرمز الى مساله ماليه، ان كان مصروف، ان كان فاتوره، إن كانت حسابات، إن كانت أيضا معنويات، كل هالأمور هيدي القمر مضوى عليها، ما في مجال إنك تتخبى وراء أصبعك، فكون حذر، تابع الأمور مثل ما هي، إذا طالب نفسيتك معنوياتك بتكون قوية، وانتبه على الامتحانات لأن هي أيضا بالنسبة لإلك هي امتحان إذا بتنجح أو بتخسر. الأكثر تعبا 28 شباط فبراير 1 أدار مارس، بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم القمر البدر مرافقك على مدى كل هالسنة، هنالك تسليط الأضواء على كل أنواع العلاقات والشركات، شركات بحياتك سواء كانت شراكة عاطفية مهنية اجتماعية أو حتى قانونية، فكون منتبه. على الأرجح سنة كتير حلوة بتفتح قدامك مجال لعقد أو لصفقة جديدة. أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو وأكتوبر المقبل رح بيكونوا من أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد دقايق، بيكون معنا جون على يوتيوب، خليكن معنا. رح نطلع مع جون على يوتيوب. جون صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. اليوم الاغاني اللي عندنا اياها مشكله. اليوم ايه عاملين لك يعني مثل مدلي. ايه. تركيب الاغاني والاغاني اللي عم بتصير، وهلا ديرجي صارت اخر فتره كمان عم بيغنوا اغاني. ايه. الاجانب عم بيغنوا اغاني عربيه اكثر وعم بيركزوا على الاغاني كمان. ايه بقى حاضرين لكم مثل الفيديوز مدلي.
بس اول شيء انت كيف؟ انا منيحه. اشتقنا لي غيره. انا كمان عن جد يعني فتره طويله ما شفناك. ما هيك؟ وين شفرت الرضا؟ ما زار لك هالقد ما شفت. ما بعرف انا. انت بس تشوف شيف عبد الله خلص ما بتقعد بتشوف حدا، مشان هيك حاسس صار لك زمان ما شفتك. ذكرتيني بالشيف عن جد يسلم ليته. ما فينا نقول يعني ما في يبلش نهارنا بلا الترويقه اللي بيعطينا اياها. عن جد يعني بحب اتشكرك شيف. اهلا وسهلا. فيني اقول شغلي انا اليوم اعكس الشيء اللي بالعاده بقوله؟ شو؟ بالعادي انا بقول انتم شوفوا هني شو بيحبوا بعض تحت الهوا، بس على الهوا هني بتسألوا على بعض. اليوم بدي اقول لهم اللي عم يصير هو العكس تماما، يعني اليوم ما عم بفختوا ببعض تحت الهوا ونازلين على بعض فاتحين الحرب وعم بيقوسوا على بعض. هلا شاف عبد الله بيستعمل السلاح الابيض لانه في السكينه بايده، وانت لسانك اسم الله عليك ما بتقصر، بس على الهوا عم بيسيروا. شو في اليوم؟ ما بتعرف انا عم بحكي يعني عن المفاجآت، مشان هيك تفاجأت كمان. فاجأتوني اليوم. انا ما بحب كيف عم تفتري علينا، لانه تحت الهوا كمان كنا عم نحب بعض. بسكت؟ اصلا في مثل بيقول في فمي ما بتأذي الايد اللي بتطعميكي ابدا. هلا يعني هو في هيدا المثل موجود بس بدك ناس يلتزموا فيه. ما انا ما في، انا شايف كل يوم كل احد ترويقه تركض وراي امي بالساندويش، ما تنسى الساندويش على الشغل. بقول لها في الشيف ابدا شيف عبد الله بده يطعميني. رح نبلش بالفيديو تبعنا. مثل ما قلت لك صاروا كثير عم يعملوا مثل ديويت او عم يمزحوا بطريقه مزح او عم يغنوا ناس صينيه، فيك تعتبر ناس فرنسويه او ناس امريكيه، اغاني عربي، اغاني لبنانيه، اغاني عربيه. ليه عم تكون هالرهجه؟ بركي بلشوا يكتشفوا الاغاني تبعنا. في احلى منهم هن هالاغاني. الاغاني تبعنا في عندك طبقه كثير صعبه لتوصلي لها، وفي عندك اليات موسيقيه كثير حلوه. بركي كمان لانه صارت الاغاني اللي عند الامريكان وفي عند الاجانب عم تميلسوا بالتفاهه، بلشوا يتذكروا الاغاني تبعنا اللي عن جد العريقه بالموسيقى عندنا. بنبلش باول فيديو مركب هو دويت. ايه مهضوم. دويت بين اثنين البريزدنشال كانديدتس تبع امريكا، دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. نحضره مع بعض. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, but we seem to understand. I think you got to come here. Just remember. يعني اكيد هلا عم نشوف البريزيدنشال الكشن. هيدي الغنيه كانت وان تو فايرل. هيدا كان السكند ديبيت. هيدو بيل كلينتون عجبته الغنيه يمكن كمان، وقرب عم يحكي مع حدا حده يمكن. غار على هيلاري انه عم بتغني مع دونالد. فضل مع معلق بركي عم بيرد لها اياها، ما حدا بيعرف. اولاد؟ لا بس ما في شك يعني انه في شطاره بتركيب الغنيه، يعني اكيد في شطاره بتركيب. هذا كان السكند ديبيت بعتقد وقت انعمل. It was very mediatized. يعني هونيك عندك انت 300 مليون نسمه. ايه. كلهم مشتركين كلهم، وهيدي one of the most controversial. يعني بدك تعتبري اكثر انتخابات رئاسيه كانت لقد حاميه وقد فيها مشاكل وعامله جدل كثير كبير. وصار يعني عندك حتى بالانتخابات مثل يعني they are low bowling، يعني يعني بيأذوا الثاني بشيء عمله او بشيء حكي وبينكشوا بالملفات تبعه. بركيها من اول مره بتصير بامريكا، و عملوها بعتقد بطريقة مزح قد ما صار الجو محقون. وقد ما صار الجو محقون صح. منكمل مع أجانب عم يغنوا بالعربي. يلا نحضروا مع بعض. Thank you.
بس انه يعني يعني ما بعرف واحد بيضيع لانه كثير صعب هن يلقطوا اصلا الاحرف العربيه يعني, يعني خاصه الحاء والخاء والخاء والعين كمان يعني صعبين بعض صح من اصعب لغات تقول يعني مثل ما انت بتغني غنغم ستايل بيطلعوا فيك الياباني راح يطلعوا انه شو عم تعمل شو عم تحكي انا ما بغني ما بحياتي غني غنغم ستايل يا جون حرام عليك هلا كل الاغاني يعني الحلوه اللي بغنيها هلا ما في شك غنغم ستايل اخذت كثير ضجه بس انه لا يعني انا بيجي وقت بتطلعي فيها عم تغنيها الغنيه اول شيء تشوفي قد ايه فيروز واصلين الاغاني تبعها يعني اكيد وقد ايه بعدهم لهلا مش غنيه جديده هلا قطعت على الراديو يعني قد ايه الاغاني تبعهم عن جد عندها بالتراث وصلوا له وصلوا يعني بعده اكيد عم بتغنيها بس انت بدك تطلعي يعني نحن فيها ننتقد مش تنتقد نحن يعني عم نقول كيف عم تقول الحق كيف عم تقول الخ بس الناس اللي قاعدين عم يسمعوها ما بيعرفوا عربي مش سامعين عربي شو الرياكشن تبعهم هيدا المهضوم لتعرفيه يعني بركي يحبوا الغنية بركي ما يفهموا شو عم ينقال مهضومة لا اكيد مفروض يحبوا الغنية اصلا لانه بكفي اللحن تبعها كثير حلو هلا حتى لو ما فهموا الكلمات بس انت اللحن تبعك بفوت كمان مع التراث تبعك اكيد بفوت مع الاليت اللي بتستعمليهم بفوت مع كل شيء اكيد لك عندها المعنى لالهم بركي بحبوا الصوت غير صوت بركي بحبوا غير موسيقى هون بتفوت بال دائما الانتقادات يعني بال يعني ما بيزبط مع بعض كيف بدي اقول لك انه انت التراث تبعك والغنية اللي انت بتلاقيها التراث لإلك بالصين بيلاقوها انه اكيد بكون بيختلف كثير طبيعي ايه ايه بنكمل مع فيروز يلا اكيد نحضر الفيديو برافو شو يعني فعلا بتشوف انه الصين اللي بعد شوي يعني بلشت تغزو العالم يعني كمان هلا صاروا عم بيفوتوا على اللغه العربيه عم ياخذوا الاغاني تبعنا حتى خلص يصير كل شيء موجود بين ايديهم يعني برودكشن فظيعه برودكشن فظيعه اتس هيوج يعني بدك تعرفي انه هونيك بتحكي عن مليار شخص يعني اذا كل واحد مدرسه تكون مفوله يعني ما عندهم مشكله يعبوا الستاندات كله نجيبوا كثير ناس
ويعملوا هيك برودكشن كثير كبيره. اذا بتفوتي على يوتيوب حتى بتعملي يدو ريسيرش عن اغاني الناس اللي يعني الاجانب اللي عم يغنوا اغاني عربي، او حتى بتفوتي على حالها من هول فيديوز سجستد فيديوز اللي بيطلعوا حدك، في كثير ناس عم بيغنوا اغاني عربي، مش بس بالصين، مش بس بامريكا، كثير ناس عم بيغنوا عم ياخذوا هالاغاني عم بيكملوا عليهم، يعني عم يرجعوا يغنون حتى لو مش بلغتهم، حتى لو عم يلاقوا صعوبه بس بيغنون. في عنا يعني هلا فيديو عن شخص امريكاني عم بغني لنانسي عجرم، نحضره مع بعض. تكرهني حرام عليك انت ايه انت لي دموعي حبيبي هودا لي صعد وفي انا راضي انك تكرهني وروحي فيك تقويلي يعني ايه راضي بسافي فاين تسي مش كفاية عليك تقرأني حرام عليك انتهي انتهي تموي حبيبي توهلي صعب وفي مهضوم ما عندي تعليق ليه؟ انه ما بعرف يعني هي صوتها مش حلو اصلا ما هيك؟ هلا عم بتغني بالعربي مثل ما نحن بس يعني حتى عم بتغني ما هيدا صوت بالنهاية بس اللغة العربية يعني مايك حق هلا بركي انه صوتها مش حلو بس انا على القليل بدنا نعطيها الكريدت اكيد تبعها انه اللغة العربية هي تعتبر من اصعب اللغات بالعالم لغة الضاد ايه طبيعي اكيد يعني نحن اللبنانية وانجا قطعنا بالاعراب واعرب ما تحته خط يعني كيف اذا واحد اجنبي بده يجرب يفهم هاللغة بالعكس هو لازم يتركز عليها اكثر شيء لانه هي من اصعب اللغات يعني واحد لغة الام صح تبعيته لازم كثير يركزوا عليها وهيدا الشيء كنا نحكيه من زمان كل عمرنا انه الولد حتى لو نحن بلد فرانكوفوني متعدد اللغات وبيحكوا ثلاث لغات بلبنان وهذا الشيء موجود عندنا ونحن كثير فخورين فيه اصلا بس انا بلاقي الولد من هو صغير لازم يتركز على اللغه العربيه لانه هي كثير صعبه بده يلقط بعدين اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه بالمدرسه بقى خليهم يركوا عليهم بالعربي من هن وصغار يعني انا كثير ضد لما الاهل بيحكوا اولادهم باللغه أكيد الفرنسيه أكيد او الانجليزيه صح 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 يعني انا هي بتفق معك باللغه انه يحكوا وقتها بالعائله يبلش بالعائله قبل ما تبلش بالمدرسه اكيد وقتها في عندك الاولاد بيحكوا معهم باللغه الفرنسيه او باللغه الانجليزيه كانه عم تنكري لهم كمان التاريخ تبعهم والتراث تبعهم وكل شيء ما راح يفهموا عليهم نحن قول اعطيناهم الكريدت نحن ما في شك بلشنا انه اعطينا الكريدت للاجانب انه عم بيغنوا اللغه أكيد العربيه لانها كثير صعبه أكيد ما في شك نحضر اخر يلا فيديو بحالي سوا بالفرايا جهالي
كملنا مع بس عرفت انه بعت لنا فيديو. وهون كمان صعب بعدي اكثر يعني هون عم نحكي اغنيه لعبد الحليم حافظ يعني ايه كمان ما في شك اغاني كثير صعبه عم يختارون صح مش عم يختاروا اغاني هينه بجيب لهم الكريدت انه عم بيغنوا اغاني صعبه مع انه فينا نتفق بركي انه صوتهم مش حلو او حلو. من عندنا بعد فيديو يلا نحضر اخر فيديو. اوكي اخر فيديو بنحضر مع بعض. انا بجدي ميلي داليني كل ساعة ساعة حكيني وسوالو على طول وحبك انت اللي بكيني ولا مرة مرة خرديني وعمي مشوه انت يا عيوني جوا عيوني قلبي بتمع ساعة 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 وهلا معدوم هو الصبي بس انه ليه عم تسالني اترك المشاهدين هن يقرروا انا خلص بدي بقى اعطي يعني المشاهدين اكيد يعني نحن عملنا حلقه بناحيه الاغاني العربي كيف عم بغنوا الاجانب اكيد بلشنا باول فيديو كان ون اوف ذا موست فايرل فيديوز على الانترنت هالفتره من وراء قد ايه الضخامه تبع الانتخابات ومن وراء انه كيف تركبت شيء مهضوم مزحه كان بس اكيد يعني مثل ما قلت لك اذا بتفوتي على الانترنت بتشوفي حيلا بتشوفي قد في عندك اجانب عم بيغنوا اغاني اكيد في شك ما في شك الكريدت كبير كثير لهم عم بيغنوا اغاني كثير صعبه اكيد هذا ما في شك واغاني كثير حلوه عم بيختاروها بقى حلو واحد يسمع انه تراثه عم ينتقل وين ما كان وعم بيروح على كل الدول سو هذا اوريدي فخر كبير لنا صح اكيد اكيد بنشوفك نحن بنرجع ان شاء الله جون بخلال عالم صباح وايضا بنشوف الشيف عبد الله بعد دقائق خليكم معنا. رح نتابع محطاتنا واليوم سؤالي كان على صفحة الفيسبوك قديش بتحبوا المفاجآت رح اذكر بعض هيك التعليقات بشكل سريع. اول شيء شكرا كثير على الكلام الحلو منكم كلكم يعني من ربعة من سجود وعم بتقول سجود انه ما في احلى من المفاجآت وخصوصا اذا كانت شي هدية من حدا بتحبوه مش شرط مادية يمكن مسج يكون احلى هدية واحلى مفاجأة فعلا معك حق 100% سجود يعني ممكن حيلا شغله صغيره بتبسطنا حتى لو كانت هيك مثل ما بيقولوا جاست كثير صغير او هيك يعني واحد يفكر بالشخص الثاني هذا الشيء لحاله عن جد بيبسط الشخص الاخر. هلا عم بتقول مفاجآت حلوه وعم تقول شك عم تقول على الكلام الحلو كمان على البرنامج وكل شيء بتقدموه رائع من فلسطين عم تحكينا ونهال عم بتقول بحب نظم اموري ما بحب المفاجآت بس اذا كانت حلوه ليش لا معك حق. رح نتابع محطاتنا وننتقل لعند الشيف عبد الله ورشه ملح. صباح الخير عن جديد وصلنا لأول وقفة بفقرة رشة ملح عسيرة المفاجآت. شو رأيكم إذا هيك بتتوقعوا مفاجأة أنه نقول جون ما بقى عنده ولا فقرة نهار الأحد وخلص نخلص منه منيحة هيك شو رأيك يا غيدة؟ ما فيني اقول ما فيني ليه عم تسألوني اليوم رأيي؟ اكيد رأيك بهم هلا بعرف بس انه انا بحبه كثير لجون اوكي بقى ما فيني بس هذا ما حيش فعله اذا بتحبيه لجون ما هيك؟ شو حنعمل اليوم؟ حنعمل وصفتين، حنعمل المشبك، المشبك لما نقول مشبك يعني عنا من النشك، من الطحين حتلاقوا من الخميرة، من المي وعندي
زيت نباتي. الزيت النباتي شو بدي اجي اعمل؟ اول ميلي حاجي احط تلوينه حمراء بقلب الزيت، وتاني ميلي حاجي احط تلوينه خضراء. وهلا بنحرك الزيت ليلون معنا، مش منلون القطر، منلون الزيت. حتلاقوا عندي انا جهزت هون العجينه واختمرت، شفتوا كيف صارت جاهزه لنسكبها. هلا يا بنسكبها بالمصب، مصب النحاس او الالمنيوم لا المشبك، يا فينا نسكبها بقنينه سكب او قنينه بلاستيك ونبخشها من فوق وبنعمل فيها المشبك. هيدي بعدين حنرجع نحكي فيها. حتلاقوا عندي زبده على النار، التفاح قطعته مع شويه حامض بقلب المي حتى ما يسود عندي. لكن حكينا على المشبك، حكينا هلا عنا التفاح. شو عندي بطنجره تانية حاجي اوضعها على النار، ححط سكر ونص كمية السكر حضيفة مي لنجي نعمل القطر. لكن إذا حطيتوا كباية من السكر نص مي، ملعقتين من المزهر أو من الموارد، وبس يدوبوا السكرات مع بعض منسكر فيهم، منحط عصرة حامض. هتلاقوا الزبدة عندي على النار دابت، حاجي ضيف قطع التفاح ورش عليهم ملعقتين كبار من السكر. هيدا التفاح اللي عندي مثل ما عملنا هيداك الاسبوع تفاح وقدمناه كمان. دايما شو فينا نستعمل مثل ما قلت التفاح اللبناني، وخاصة بهالوقت لنساعد على تصريف المنتوج. حاجي ضيف كمان ملعقتين من القرفة، لكن ملعقتين كبار من القرفة، ملعقتين كبار من السكر، ملعقة زبدة، التفاح تقريبا خمس تفاحات. نجي منقليهم إذا بدكم بالزبدة ليستوا عنا، يصيروا قبل ما يصيروا كومبوت يعني لياخذوا هيك لون الكراميل ويستوا عنا، منبردهم. شو بدنا نجي نعمل بتاني ميلة؟ حتلاقوا عندي من عجينة الرقاقات، عجينة الرقاقات اللي عندي حاجي احشي فيها هيدا التفاح. بس قبل ما احشي التفاح كمان لاعطيها طعمة الناتس وطعمة طيبة، عندي من اللوز، في يكون لوز فيليه، في يكون جوز، في يكون فستق، شو بدكم القلوبات فيكم تعملوا. عندنا من اللوز، اللوز اللي عندي حاجي اضيف له من السكر، ونرجع بوقفتنا الثانية نطحن اللوز، وبصير عندنا الحشوتين جاهزين، يعني حشوة التفاح وحشوة اللوز. نعمل الرقاقات وبنخبزهم إذا بدكم بالفرن. بعد ما نخبزهم بالفرن بنشيلهم ونحط عليهم شوي من سكر البودرة. لكن القطر عندي على النار، قلنا كمية السكر نص مي مع مزهر أو موارد، وآخر شيء نعصر من عصرة الحامض عليهم حتى ما يسكر عنا السكر. القطر اللي عنا بدنا نعمل بقلبه عجينة، أو بدنا نقلي بالأول عجينة المشبك، ونشوف كيف بنعمل المشبك، نرجع منلونه بالتلوينة ومنغطسه بالقطر ومنقدمه، وبنعرف المشبك من الحلويات كتير مطلوبة والكتير محببة. لكن وصفتنا اثنين صاروا معروفين لليوم. شفتوا كيف بلشنا نهارنا؟ مكونات موجودة بكل بيت، ما بدها يعني تبضع. دايما عنا نشا، عنا طحين، عنا خميرة، في زيت دايما لانه ما في بيت ما بنستعمل فيه الزيت وبنقلي بطاطا. فكتير هين الخبرية انه نهار احد نقدر نعمل مشبك او نعمل اي حلويات جاهزة. هلا كلنا بنرجع لعند غيدا ومضطرين يكون مع جون. شو بدي اعمل؟ هيك. ايه ما في مجال، ما في مجال. هيك يعني عم بيصير في صراعات على على الهواء. بالعاده في صراع، يعني انعمل صراع في الوادي وصراع في النيل، اليوم في صراع في الاستوديو. الله يسترنا. جون صار معنا واغاني رح يخبرنا عنها على غير موجه. كيف صراع بالاستوديو؟ انا كنت بدي اقول للشيف انه عن جد حبيب الطريقه اللي عم يعمل الطبخات وعم بيصرف التفاح عن جد، يعني سوري ذبحتني انت وياه. بتلاحظي؟ رح اقوس حالي يعني خلص، انه حاسه حالي انه ما بقى عم بفهم، انا ضايعه ولا انا مش عم بقى. ما بعرف مش عم بفهم، لساني عاجز عن الكلام.
انا لا تخيل انا لساني عاجز عن الكلام. عملك يعني الشيف هذيك الجمعه كمان وهالجمعه عن جد بحب الطريقه اللي عم بشجع فيها والمزارعين وعم بشجع كيف عن جد ما في بيت ما فيه تفاح عم يعملوا الطبخه هلا مهضومه كثير عن جد وخلينا ايدي على الترويه شو كان طيب فيني ازرف دمعتين ولا بنزع مكياجي هيك بشتم اكثر لانه بركي يهروا اكثر من اثنين لانه هذا اللي عم تحكيه اليوم بدهم يكرجوا بقى ما بعرف حرام مكياجي مش رح انزعه هلا مشان منى رح نحكي اليوم اكيد عن الشيف طبخه طيب وعن باند من احلى باندات عندي نزلت البوم جديد بلاسيبو فينا نعمل حلقه ثانيه كمان من حلقاتك اليوم نسميها عن الشيف انا ما عندي مشكله في على غير موجي وعن الشيف في احكي خمس ايام عن الشيف وعن طيبه قلبه طب يلا بلاسيبو يلا بلاسيبو بلاسيبو از ون اوف ذا بيست باندز لالي فيك تعتبري لانه اول شيء فيك بنقول للمشاهدين الصوت غريب صوت الارتست از ون اوف ذا هاي بيتش نوتس يعني بيغني بصوت عالي بيعطيه مثل هالصوت ما في كل الناس يسيبوا هال يعني الزيت النوت تبعه بيستعملوا نيو انسترومنتس بيستعملوا فيري ويرد انسترومنتس اغاني تبعهم الكلمات تبعهم معبره كثير بيغيروا كثير بستايل تبعهم بالبوم واحد وجايين نحكي اليوم نحن عن البوم تبعهم الجديد نزل اكتوبر 2016 ون اوف ذا موست هايست سيلينج البومز لنيو ارتست يعني مش كنيو ريليس از البوم بس قبل خلينا نرجع نذكر شوي بلاسيبو رح سامعك غنيتين واحدة بالانجلش واحدة بالفرنش قولي لي اذا بتتذكري فكر كمان بالعربي لا ما عنده بالعربي بعد بما انه اليوم كل الاجانب عم بيغنوا عربي I hold an image of the ashtray girl of the cigarette burns on my chest I wrote a poem that described her world and put our friendship to the test and late at night while it's on all fours To watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? تاني اسالك هلا على اول غنية سمعناها ذيس بيكتشر لبلاسيبو شو رايك فيها؟ مهضومة نوت يور تايب يور تايب لا نوت ماي تايب نوت يور تايب يعني احنا هلا عم نحكي عم نسمع ميوزك اتس بوب روك يعني اتس بوبولار ميوزك بجرب اكثر شيء يقربوا من ناحية الموسيقى شو عم بيصير هلا بالسين ميوزك سين بس كمان بده يركوا تبعهم مثل الفلير تبع يعني انه الروح الروك تبعهم هن كمان دي ار روك باند صحيح يعني بدلون عليها ما في شك انه الموسيقى هي اذواق يعني طبيعي اكيد الموسيقى اذواق انا وقت كل انواع الفنون يعني اصلا اذواق اذا بتشوف الريتنج تبع هالالبوم استبقت هلا بس تنوصل على الموضوع حطينا 3 ستارز ليه حطينا الالبوم الريتنج 3 ستارز مش لانه بلاسيبو 3 ستارز او مش لانه الريفيوز قالوا عنه 3 ستارز لانه مثل ما قلتي اذواق يعني في واحد يحب البلاسيبو او بيكرهون ما عندك دائما بلاسيبو انه حدا بالنص بحب له غنيه اما غنيتين لانه الصوت غير لانه بيستعملوا ديفرنت انسترومنتس بتلاقي انه الشخص لا مش هالغنيه تبعه ما برتاح لصوته وما برتاح لهالموسيقى اللي بتبلش الكترونيك بترجع بتنقل روك رح نسمع غنيه هلا شقفه منها كمان كثير بيغنوا بالفرنش انا حابب التركيز تبعك يعني بتعرفي لانه مش كثير واضح انه عم يغنوا فرنساوي اصلا في هي الغنيه اسمها بروتيج مو وفي عندك اياها كمان بروتكت مي الغنيه ذاتها غنوها مرتين بالفرنش وبالانجلش الوقت نقلوا على الغنيه بروتيج مو اللي هي بالفرنش في عندك الرفران يعني في الرفران اللي عم بيغنوا فيه فيه بارت منه بيغنوا بالانجلش
يعني عم بجربوا ينوعوا بين الغني الثاني يفوتوا اتس ديفرنت ستايل. يعني اذا بتسمعي الالبوم تبعهم الجديد كله في عندك اغاني روك، في عندك اغاني بوب، في عندك اغاني الكترونيك اكثر مرتكزين، بينوعوا كثير بالاغاني تبعهم ليجربوا تو بليز قد ما فيهم كراود. ايه. بس بلاسيبو مثل ما كانه عم نحكي عن حيلا باند صرنوا من 1992 يعني هيدي باند صارت من ايام الالبوم وقت ايام الكاسيت، كانوا الناس يركضوا يشتروا الالبوم تبعهم يشتروا الكاسيت تبعهم لانه ما كان في بعد عندنا ديجيتال داونلود. ايه حتى هلا مع الديجيتال داونلود وبعد في ناس بعدهم they are big fans of them. عندنا ميوزك فيديو يلا نحضره مع بعض. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving. Write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worry. غيدا عم نحضر هلا الفيديو كليب. اول شغله ملاحظتين رح نعملها. ملاحظه البلاسيبو، البان تبع بلاسيبو، بلاسيبو بنحكي عن كول بلاي، بنحكي عن بلاسيبو. المشكله تبع بلاسيبو انه ما بتلاحق الفانز تبعها مثل ما بتلاحقهم كول بلاي. منا بهالوتيره تبع كول بلاي بقى مش هالمشكله اللي خصصت فيها فانز على مر السنين، هالمشكله تبعهم اللي ما بتقولي كول بلاي ايكوال لبلاسيبو، بس هن باند فتحوا بذات الوقت، بلشوا بذات الوقت، بلشوا بذات انواع الميوزك، هيدي هي. ثاني شغله اذا بتحضر الميوزك فيديو بذكرني اول شغله انا بفيديو تبع كول بلاي الجديد كمان نزلوه، وقتها كان كول بلاي كل واحد فور ممبرز تبع مونكيز وعم يرقصوا بالغابه وقتها، اخر فيديو نزلوه، صاروا كل هلا الميوزك فيديوز كمان اخر مره بعتقد حكينا عن ذات الموضوع. تبع الاجانب اكثر شيء برا عم يقولوا على شيء بسيط على ايه. شيء هين على سمول برودكشن للواحد يركز على الموسيقى اكثر. هون لا فايتين ببرودكشن كبير، هون عندك برودكشن كبيره بس انتوا عم تحضر الفيديو بتحسي اتس سمبل موفي، شيء بسيط، ما بتحسي انه عاملين لك شيء كثير كبير وسبيشال افكتس مثل ما كانوا يعملوا من قبل. لا في سبيشال افكتس كثير بس نوت ميك اب يعني اكثر وهيك. ايه. صح. انا بنصح عن جد المشاهدين يستمعوا لبلاسيبو، حيلا غنية اذا ما كنتوا بتعرفون، اللي بيعرفون يسمعوا الالبوم الجديد، الالبوم الجديد عن جد كثير رائع وكثير مغير اغاني، ديجيتال داونلود بيجيكم غنيتين زياده والبوم وكفر ارت، هذا كمان شيء يعني كولكتر فيك تعتبره، مثل ما قلنا ريتنج 3 ستار، بنصحك انت كمان تعود على بلاسيبو كده وهالحلقه كانت لليوم. والهو البلاسيبو مثل ما بيعرفوا الناس انه لما اشخاص بيعطوا او الاطباء كانوا يعطوا ما بدهم يعطوا دواء للمريض تبعهم، كانوا يعطون بلاسيبو يقولوا هيدا الدواء لحتى يشوفوا قديش بيعمل مفعول معهم، اذا كانوا حتى ما عم ياخذوا دواء كيميائي قديش بس اهتمام وقديش واحد عم بيحسوا انه عم ياخذوا دواء لهم بتفرق نفسيتهم، بحسوا حالهم احسن حتى جسديا. نحن رح نشوفك احد الجاي
وراح نتابع اكيد محطاتنا خلاص بعد خلاص مني يعني ما انا شفت عدين الشيف عبد الله ليك ضحكة الشيف وين صار لهون لهون عم جربه انا لهون لهون رح نرجع نشوف جون اليوم شيف عبد الله امرنا لله واكيد بعد لحظات ضيوفنا بيكونوا معنا خليكم معنا رح نتابع محطاتنا وضيفتنا صارت موجودة معنا اليوم باستوديو أكيد رح نبارك لها بالأول بفوز جمعية الإرشاد والإصلاح بجائزة لمشاركتهم من أكثر من 8000 تقريبا فيديو تقدموا وأكيد هالجائزة رح تخبرنا عنها بالتفصيل اليوم وكيف تمت المشاركة فيها من قبل الجمعية وهي نائب رئيس دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح السيدة نجوى نعماني صباح الخير ست نجوى أهلا وسهلا فيكي وألف مبروك الله يبارك فيكي صباح الخير للجميع أهلا وسهلا أكيد لما بيكون موضوع هالقد هيك بيعني لبنان خاصة وأنه متعلق بتصويت للجمهور وبتصويت للجنة حكم نعرف أنه لبنان تصويت الجمهور ما بينصفه لأنه عدده صغير إنما لما بيكون فيه هالنوعين من التصويت اللي بيقدر يوصلوا فيديو من أصل هالقد هالعدد الكتير كبير من كافة أنحاء العالم هذا الشيء فعلا بيكون فخر لألنا صح. كيف تمت مشاركتكم وشو كان بيتضمن هالفيديو اللي تم إرساله بداية جمعية الإرشاد والإصلاح كانت عم تشتغل عبر دائرة العمل الاجتماعي بإطلاق بالأحرى تحضير سلسلة من فيديوهات قصيرة بمواضيع تلامس المجتمع يعني قضايا مجتمعية أخلاقيات وهالأمور للضوء عليها إن كان سلبية أو إيجابية نوع ما للتوعية وكانت عم تشتغل إنه لنشرها بوسائل الإعلام متوفرا يعني كنا نتمنى أن تكون تلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي النموذج الأول كان فيلم قصة عائلة حضرناه وعلى أساس أنه إن شاء الله نقدر ننشره نقدر ننشره فسأبتنا فرصة أنه أطلق الإعلامي أحمد الشقيري عن عبر الام بي سي مسابقة قمرة للإحسان الإعلامي وهي عبارة عن مجموعة مسابقة عن فيديوهات قصيرة لأشياء إعلامية هادفة بيكون فيها فكرة معينة مميزة فنحن شاركنا فيها لقيناها فرصة بيوصلنا خبر أنه نحن وصلنا للتصفيات نصف نهائية ربحنا فيه عن طريق التصويت ومن حوالي 3 أسابيع بيجينا خبر أنه نحن بين الخمسة الأوائل عبر تصويت لجنة حكم ودعيونا لنحضر الحفل الختامي بالحفل الختامي اللي أقيم بقاعة الشيخ راشد بدبي وحفل ضخم كتير كبير وحضور إعلاميين وتغطية يعني مميزة كانت لبنان أولا ثم جمعية الإرشاد والإصلاح فزنا بالمرتبة الثالثة يعني نحن بنهدي هالربح أو بالأحرى هالجائزة للبنان يعني كانت عبارة عن درع مميز وكمان جائزة مالية يعني كانت تقريبا حوالي 200 ألف ريال حوالي 53 ألف دولار يعني نحن كنا من بالأحرى مناسبة لإلنا أنه نحن محضرين 30 حلقة لنقدر نساويهم تعرفين الإعلام أو بالأحرى الإنتاج الإعلامي قديش بيكلف صحيح فنحن لا إن شاء الله أنه هالشي يساعدنا لنطلع هال 30 حلقة الباقيين أكيد هلأ الفيلم كان بيحكي أو بالأحرى موضوعه يمكن اللي أثر وساعده أنه يربح بيحكي عن ظاهرة سيطرة أجهزة التواصل الاجتماعي على كافة أفراد العائلة وبالتالي عدم التواصل بين أفراد العائلة خفت كتير مزبوط فهذا يمكن المشكلة اللي كل الناس بتواجهها أو بالأحرى كل العائلات إن كان لبنان ولا خارج لبنان وبتبلش القصة الفيديو إن بفرجينا الماسكة سيلولر وهي وعم تطبخ وعم تصور وتبعت كذا بيرن الباب بتعيط لبنتها انه قومي افتحي الباب فرجونا البنت قاعده عم تاخذ سيلفي وبتتصور وكذا بتعيط لخيا انت افتح الباب خيا كمان عم يشتغل على كمبيوتر وبظبط بروفايل بيكتشر لإله وعم يشتغل بعيط لخيه صغير بفرجونا الاب بزنس مان كمان عم يشتغل على تليفون وبيحكي وخي صغير على ابنه صغير على ايباد يعني كلياتهم مشغولين بهاللحظه كل هالفتره الباب جرس الباب بعده عم يرن بفرجونا رجال كبير بالعمر يعني واضح انه بهمته ثقيل وعم ينزل على الدرج بيروح بيفتح الباب مجرد ما فتح الباب ناس هيك بيقولوا مبروك ربحت انه جائزه الحظ كانه جائزه عشوائيه بتتوزع على الحي وطلعت من نصيبه مبروك ربحت موبايل احدث موديل فبهلا الكلمه كل العائله بتركض على الباب انه ياي موبايل ما بعرف شو بيكون جواب الجد قال لهم موبايل هديه بتشكركم انا ما بدي اياه
بدي سفرة مع الأحباب، بدي حدا يفتح الباب، يعني إنه بده هالعائلة تكون موجودة قدام إنه حدا يعبر، حدا ينتبه له هو موجود بالبيت. فهون بتلاقيهم بيصابوا بخيبة أمل كل العائلة. هيدا الفكرة اللي حاولنا إنه نحن نوصلها، واللي من خلال برنامج عين عليك اللي نحن عم نحاول نعمله منه 30 حلقة نوصل هالقيم المجتمعية. فشكر كتير كبير للممثل عمر ميقاتي اللي هو مثل دور الجد وكان لوجود إضافي صديق العزيز القدير، وكمان لفريق العمل الإخراج واللي يعني نحن أعطينا الفكرة وهن زبطوا الإخراج والإنتاج، راتب الصدفي صفدي ومنى زيدان وألاء الحداء اللي كان اشتغلوا بطريقة صحيحة بإمكانياتنا المتواضعة وكان بحرفية مميزة. قديش كانت مدته الفيديو؟ دقيقتين وشوي تقريبا. والرساله فعلا بتوصل لحتى لو بهالقد هالوقت يعني القصير بتقدر تعبر وتمرق، وكانت كثير حلوه صحيح. ان شاء الله نحن بنتامل يعني انه من الناس اللي عم تشوفنا او بالاحرى بتعرف الانتاج الاعلامي قديش مكلف، صح، انه يكون في ناس متبرعين مثلا من رجال اعلام او اعمال كمان انه يدعمونا لحتى نكفي هالانتاجات ونقدر ننشرهم على اكبر مستوى. صحيح، وخاصة وأنه مثل ما ذكرتي يعني اخترته موضوع كتير مهم وبيمس كل مجتمعاتنا، صح، العربية وأيضا بكل، صح، العالم لسبب يمكن هون كان فيها الاستحسان من قبل، صح، الناس ومن قبل لجنة التحكيم اللي كانت موجودة لأنه عم بيحاكي كل فرد بالعيلة، لأنه فعلا صايرين غرقانين بيكونوا قاعدين سوا على الطاولة ما حدا عم بيحكي مع حدا، يعني إذا بيقول صباح الخير على الموبايل مزبوط يبعتوها لبعضهم هن وقاعدين سوا على نفس الطاوله. ست نجوى كمان بموضوع الجايزه، يعني هذا اكيد عم يعطيكم حافز اكثر بعد لحتى تكفوا بهال 30 عمل اللي ان شاء الله انتم حاطينه على الاجنده تبعيتكم، والجايزه الماليه اكيد ما في شك انها رح تساعدنا شوي بس بضل في بده انت الانتاج الاعلامي قديش مكلف. صحيح، والجمعيه الارشاد والاصلاح ما بيقتصر عملها اكيد هلا هون لانه نشر الاعلام لا دعم هالجمعيه، صح، عم بيكون عبر هيك فيديوز، صح، انما عمل الجمعيه صار لها تقريبا 30 سنه على الارض بلبنان واكثر كمان شوي. قديش عم بتكون فعلا هيك فاعله على مدار السنه لحتى تقدروا تدعموا انشطه الجمعيه عندكم؟ صح، لا احنا اجمالا الجمعيه بتشتغل على اربع ميادين: ميدان الخيري والانساني، ميدان الدعوه والارشادي، ميدان التربوي والميدان الاجتماعي هذا اللي كنا عم نحكي عنه واللي بيطرق لكافه مشاكل المجتمع. فنحن على مدى كل السنة نحن عن أنشطة وبرامج بتلامس شريحة المجتمع بكافة أعمالها، يعني إن كان الصغار من خلال مركز غادي للناشئة واللي دائما عنده دورات صيفية وشتوية وبيهتم بالناشئة من 4 سنين 13 سنة، وهلأ حيبلش بإطلاق الدورات الشتوية المميزة اللي له ملتقى نور الطلابي اللي بيشتغل على صعيد الطلاب، وكمان عنا دار اقرأ للعلوم الإسلامية والعامة، يعني لكل الأمور الدينية والشرعية اللي بيهتم فيها. عنا مأكولات السلطان اللي عنا كيترينج مأكولات نادي القبنص الرياضي، الجمعية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية إنه ببيروت على مركز السلطان محمد الفاتح، كمان عنا على الكولا مسجد سيدنا حمزة ومركز السيدة مريم بنت عمران، عنا ببر آيل وبعكار وبعرسال والفاكهة وبشك فرشوبة وقريبا ببرجة. بشكل سريع ست نجوى بدنا بس نعرف المشاهدين على معرض الأنامل البيضاء اللي أجريتوه مؤخرا بوزارة السياحة. نعم، من حوالي أسبوع كنا عاملين معرض الأنامل البيضاء. من معنى الأنامل البيضاء يعني هي الأشغال اليدوية، صحيح، كان يحتوي على أشغال فنية وحرفية وأشغال موني، يعني مونة المناطق، عم بقول لك نحن منتشرين على كافة أراضي لبنان، مونة المناطق كيف المكدوس والكشك والبرغل والكبيس والمزاهر والموارد. نحن عادة بنحاول نسوق يعني بنساعد النساء اللي بيشتغلوا بهذيك المناطق ونحن نسوق لهم بضاعتهم، بتعرفي بالتالي يعني حركة اقتصادية، بنشغل الحركة الاقتصادية. كان في مواضيع كثير موجودة من بياضات مثلا، هدايا، الحرفيات اللي موجودة. نحن بنتشكر كل اللي كانوا مشاركين معنا من سبونسرز: حريري جروب، جيمس أبارت هوتيل، سنجابي، جيفتد اند تالنتد، سوبر ماركت الفاكهة، هاني لوكر، وكمان لاروش. شكرا، اكيد يعطيك بس انا حابه احكي بشغل كثير. كان عندنا زاويه مميزه اللي هي نحن كان عندنا برنامج ثابر لدعم الطلاب المعسارين اللي ما قادرين يدفعوا صوتهم. نحن عم نشجع على الامر الجمعيه بتشتغل من اكثر من 15 سنه على هالامر، وهي اجمالا يعني تقريبا عم نكون توزيع مساعدات حوالي 250 الف دولار تقريبا بالسنه مساعدات تعليميه، والحاجه عم تزيد بهالايام. نحن عم ندعم من خلال نشاطات هذا ثابر، واللي بحب يساعدنا ممكن يتواصل معنا على 01 30 40 25. اكيد شغله
كثير اساسيه خاصه بموضوع التعليم بموضوع اكيد الظروف الاقتصاديه الصعبه وايضا دعم الدراسه لكل الطلاب من هن وصغار ليكبروا مدارس وجامعات. نحن ما نشكر كثير بوجودك، اهلا وسهلا فيك ومبروك كمان مره ثانيه ويعطيكم الف عافيه على نشاطاتكم على مدار السنه. لحظات ومنتابع، خليكم معنا. هبه صارت موجوده اليوم معنا باستوديو وعندنا كمان اكشن كثير رح يكون شغال رح تتعرفوا عليه بالتفصيل مع ضيفتنا ب 1 2 3. هبه صباح الخير. صباح النور. والعاني عندنا باستوديو مثل العاده مثل العاده مثل نهار احد. نحن بناكل وهن بيحرقوا بعدين اكلاتنا. كيف غيدة؟ الحمد لله ماشي الحال. بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين كمان اكيد ولضيفتي رامي المسيح من جود لايف فتنس. يعني اهلا وسهلا. مش اول بونجور رامي، مش اول ترينر بتطلع معنا من هالجيم اكيد يلي صرنا تعرفنا عليه اكثر بفقره 1 2 3 وبعالم الصباح. جود لايف فتنس يلي بيفتح 24/7 24 على 24 الجيم مفتوح ابوابه لكل العالم يلي عبالة تعمل سبور باي وقت كان. رامي بديك تخبرينا اكثر شوي عن حالك، ادائك بدومين سبور و أوكي. شو بتعملي بجود لايف؟ يس، صار لي 4 سنين بدومين سبور. انا بيرسونال ترينر بجود لايف فتنس. نعم. وكمان بعطي كلاسز ان ترينر راديكال فتنس ترينر. بعطي اكس 55 باور فري ستايل انسانيتي ابس. ما بتعطي شيء يعني مش على الخفيف. كل شيء. وبجود لايف بعطيهم كلهم. الكلاسز بينعطوا بالثلاث فروع. نعم. علي عين الرماني وجلال الدين. نعم. اوكي. هلا اليوم رح اجي انا فرجيكم الاكس 55. اكس 55 هو ديسبلين راديكال فتنس. اوكي، اكس 55 يعني اكستريم 55 مينت اوف انتنسيتي اند انرجي، يعني 55 دقيقه ما بنوقف. اكستريم وانتنسيتي بعد في كلام بعد اكثر. واقوى بعد. يعني الاقوى انه اذا تجربي هذا الصف. انا رحت على جود لايف وجربته. يعني وبعدي كنت عم بشرح لرني تحت الهواء بعد ما قدرت اطلع منه للصف لليوم. بعدك عايشه تحت الصدمه. 100%. انا مو ورا صدمتك ما عاد رحت على الصف للصراحه. لا لازم تجربي. لازم تجربي. لازم. وهلا اليوم رح نشوف هيك طبعا لانه يعني عقد ما بنقدر بالاستوديو عقد ما معنا وقت رح نفرج العالم شوي. عينه بسيطه شو يعني اكس 55. رمي يعني صفوف كثير بتنعطى بجود لايف ومنهم طبعا هيدا الصف. بدك تخبريني اكثر وين على اي عضلات بيشتغل اكثر؟ كل العالم مسموح تفوت تعمل هيدا الصف؟ قد ايه بيحرق كالوريز ب 55 دقيقه؟ هالتفاصيل اكثر. اوكي، هلا هو هيدا الكلاس بيشتغل توتال بادي. اوكي. بس اكثر شيء على السايد اللور. اوكي. الليجز، لانه في تقريبا 6 تراك بيشتغلوا بيور لوور، في عنا تو تراك اللي هن بايسبس او ترايسبس او شولدر، ات ديبند اون كيف مركبين الكايوغرافي. الصف كل العالم بتحبه. اوكي. كل العالم بيحبوا يجوا يعملوه لانه بيحرق تقريبا يعني بين ال 700 و 800 كالوري ب 55 دقيقة. ثانيا العالم بيحبوه لانه الموسيقى تبعه كثير حلوة. صح. وعم بينطوا مبسوطين. بيجوا بي يعني مثل عم يطلعوا من جو الشغل والتعب جايين يعملوا يفشخون ويفلوا. يس. مش كل العالم بفضل انا انه يعملوه. ليه؟ اذا عندك بروبلم بالركبه ما بيسوى تنطي على الستيب. صح. لانه بتوجعي ركبتي. بس فيك تعمليها على الارض. اه اوكي. سيم موفمنت سكوات ولا لانجز ولا ني ابس بتعمليها من دون ما تنطي، بتعمليها على الارض. سو كمان انا بنصح فوتوا يجربوا إذا بدهم يخسروا وزن ويتسلوا. أوكي؟ العالم يلي بتفوت على هيدا الصف رمي تحسيها ما كثير تحمس، بتشوفيها مرة ما بقى بتشوفيها، بتجربي ترجعي تحكيهم تفسري لهم أكثر؟ هلا أنا على طول بالصف بقول جايز اللي حس حاله أول مرة ما كثير فات بالجو سي لوجيك، لأنه في أوقات موسيقى سريعة، في بيت سريع. في ستافات يمكن ما بيقدروا يلحقوكي كمان. كثير بيقولوا أوف وين صارت أنا بعدني فون. بس قلت تعوا جربوا مرة ثانية، مرة على مرة بحسوا حالهم هن ذاتهم الحركات بتغيروا بس حسب الموسيقى.
ديبند كيف بس. سو لهلا كتر خير الله ما في حدا جرب وفل. ربما نشوف معك شو الوضع. اوكي. يعني غريبة. هلا قديش رح تضلكم وراها يعني. هي جربت معي التنين الماضي، بتشوف هذا التنين شو الوضع. لا لا لازم لازم. بكره بتحكينا بعد بعد الصف ما هيك رنين؟ بأكد لكم. اوكي. قولي لنا اجت ولا ما اجت؟ اوكي. بدنا نشوفك انت شو يعني بدنا نشوفك انت بجود لايف كمان غير. انا بسبح كثير، انا بسبح كثير، انا غرامي سباحة بس بس لازم يصير التزم أكيد. لانه اذا ما بلتزم بصف ما بروح على الجيم. ايه بس انا برايي لازم تروحي تجربي لانه شكلك من الناس اللي بحبوا يكون في ناس حواليك مش بتحبي تشتغلي لحالك بالجيم وتفلي. الكلاسز في كثير كلاسز بجود لايف كل يوم يعني الصبح بعد الظهريات وبعد الظهر في كلاسز يعني حيلا بعد تروحي في صف. ووعدوني كمان لما اجوا قبلك انه رح يقربوا الجيم كمان على بيروت اكثر شوي اذا قال راد. نحن البيت تبع جود لايف البيت تبع جود لايف انه نفتح باكثر من فرع بلبنان. ايه. واذا قال راد هلا في عنا فرع دبي غير عن الرمان وعلي وجل الديب رح يفتح قريبا اذا قال راد وخلص. مع انه هي جل الديب فشخه بس ايه. العشقه المصيبه هلا او بدنا نجي بعد 12 بدنا نوع اكسكيوز نحن فوق بدنا نحلق بس بدنا نجي بعد 12 خلص ازمه السير وازمه الوصل. على كل حال غيدا رح نشوف مع ريمي عينه مثل ما قلتي من هيدا الصف. واليوم كمان مانيك لحالك جاي كمان مزبوط جاي ماي كلاينت من جود لايف مزبوط بوب امين وسينتيا بوب امين وسينتيا يلا السات فاذا لك ريمي كمان لنشوف الاكس 55 شو هو هيدا الصف مع الموسيقى اكيد كمان
تذكرني باسمك؟ ابراهيم. ابراهيم خبرني يعني قد ايه بتحب هالصف؟ كثير. لا لا انت انه يعني بعد شوي حافظ اكثر من ريمي الستاب. ما بقى في هذا الصف الوحيد الاكثر شيء ما بقى فيه. والله؟ لانه فول اوف انرجي ومثل ما شايفه يعني. فول انرجي وكثير كثير كثير حلو وحماس كثير بالصف. كمان. مجور امين. امين. انا صراحه بيجي بس على كرمال صف ريمي. فيك تقرب شوي؟ يس. ايه. صراحه انا بيجي بس كرمال الاكس 55 لانه عن جد بيحرق وبيسلي ات ذا سيم تايم وعن جد مثل ما قالت بعد نهار طويل شغل بنجي بنفش خلقنا. تفضل ستريس اكيد كمان. سنتيا. خبرينا سنتيا. انا كمان ما بقفي صف ريمي لان كثير عم لاقي نتيجه حلوه معها وصرت ضعفانه كثير كله بيفقد ريمي. ريمي يعني للعالم يلي عم يحضرونا هلا ويلي بعدهم هيك يعني اجوا لقدام وعشا لورا بدهم يعملوا سبور بس ما في شيء عم يشجعهم ما في شيء هيك عم بحمسهم شو بتخبريهم؟ شو بتقولي لهم؟ اوكي بقول لهم نحن موجودين بجود لايف فتنس 24/7 ما بقى في اكسكيوز الوقت ما وقت اغلبيه كلهم بيقولوا في عندهم ما عندهم وقت صح عندكم وقت نحن بجود لايف تعوا جربوا معنا انبسطوا غيروا جو فتنس هلا يعني هي للجسم وللنفسية أكثر من إنه بس ضبطه جسم يكون يصير حلو صح وما تنسوا على الإنستغرام والفيسبوك يفوتوا على Good Life Fitness Lebanon عملوا لنا لايك وفوتوا شوفوا كل الإيفنتات اللي بنعملها وكل البروجرامز كل شيء يس أوكي سمعت شيف سمعت غيدة؟ ناطرينكم بس بدي أسأل شغلة ال 700 800 كالو اللي بنخسرها قبل البرجر ولا بعد البرجر؟ يعني بس بدي أعرف بناكلها قبل ولا بناكلها بعد الصف؟ كل البرجر وطعم بس عم بطمن أنا الصراحة بس مش أكثر أكيد إن شاء الله يا رب لازم واحد يفكر ولازم يتحمس بهذا الموضوع وبندعي نحن كل الناس كمان اللي عم بيتابعونا اليوم وانا لازم كمان اتحمس انا والشيف عبد الله زياره ثانيه بتكون ايدي بايدك وبدنا ناخذ جون بالايد الثانيه شكرا لكم يعطيكم الف عافيه هبه بنشوفك الاسبوع الجاي رح نتابع محطاتنا بعد لحظات تابعونا ضمن إطار الحديث عن شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية على أمراض سرطانية مثل سرطان الثدي اليوم رح نحكي عن نشاط عم تقوم فيه جمعية روتاراكت بصيدا واليوم معنا باستوديو جيهان زعتري وهي رئيسة نادي روتاراكت صيدا جيهان صباح الخير بونجور وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح Thank you. سبحان الله بس حدا يقول لي جاي من صيدا بهف قلبي ما هيك بنت صيدا البر أنا غرامة وحبيبة قلبي مدينة بيروت اللي أنا ساكنة فيها بس دايما أكيد البلدة أو المدينة الأم بدلا هي الأساس جيهان اليوم لما بنحكي عن نشاطات عم بتقوموا فيها على مدار السنة إنما لما بيتم التركيز على التوعية على أمراض سرطانية مثل سرطان الثدي اللي هو شهر أكتوبر كله مكرس له قديش فعلا بتشتغلوا عليه وقديش بتحاولوا توصلوا رسالة أنتوا بدكم تعملوها من خلال التوعية من خلال جمعيتكم هلا نحن الصراحة هيدا أول سنة بنشتغل على التوعية عن البريست كانسر أويرنس صرنا كذا سنة عم نحاول نفوت بهيدا الدومين بس ما عم نلاقي أفكار جديدة دائما بتكون أفكار بتعيد حالها فالسنة حبينا نعمل شيء مختلف اللي هو فيديو صورناه نحن 25 ممبر كل حدا قال كلمة بتعني عن هيدا المرض في عالم منا عانت منه موجودة بهيدا الفيديو حبينا كل حدا قال كلمة شيء قوة شيء ضعف مثلنا هيدا المرض وبأخرها مستشفى حمود دايما بتعمل حملة توعية اللي هي تبرع بالشعر بيعملوا بقصوا الشعر وبيرجعوا أرقفة ياخذوا هول الشعر وبيعملون ويجز وبيعطون بيرجعوا لمستشفى حمود مستشفى حمود بتعطيهم فور فري للعالم سو هيدي السنه صار هيدي الحمله 3 سنين عم تنعمل السنه حتكون بمشاركه روتر اكت صيدا حتكون بسبوت مول صيدا ب 28 اكتوبر من الساعه 6 وهيدا الفيديو اللي عم ينحط على السوشيال ميديا عنا كمان جراند سينما تبنته عم ينحط بقبسية أشرفية وين في جراند سينما بصيدا ببيروت بكل لبنان بنفس الوقت بسبوت مول صيدا كمان عم يعرضوا كرمال أول شيء أويرنس عن الفحص الطبي قدي هو مهم وثاني شيء لهيدا الحملة كرمال العالم تعرف فيها وتجي يعني تشارك فيه اكيد وهون بنشوف الحلو لما بيكون في عدد من الاشخاص عم بيشاركوا على صعيد جمعيات وعلى صعيد مؤسسات كبيره يعني جراند سينما بنعرف دائما عندهم مبادرات لدعم كثير امور وانشطه صحيه بيئيه واجتماعيه وخاصه موضوع الصحه اللي بتركز عليه كثير بموضوع التوحد وبموضوع سرطان الثدي رح نشوف الفيديو اللي عملته جيهان وبنرجع بنتابع
ضعف نزاع خوف صراع انعزال ضغط يأس أمل إيمان تفاؤل صبر علاج دعم إصرار قوة تحدي انتصار أبطال الوجع ما في مهرب منه أما المعاناة فهي بإيدك فحص الطبي هو سبب وجود اليوم وأنت عمول واجباتك لتحافظ على حياتك فعلا الموضوع كتير اساسي لانه التوعيه هي الاساس بموضوع السرطان الثدي خاصه لانه بنعرف قديش التشخيص المبكر ممكن ينقذ حياه اي سيده بتتعرض له لهالمرض الخبيث. جيهان هون اشتغلتوا مع عدد كبير من الاشخاص مثل ما قلتي شباب وصبايا الحمد لله ما عندهم ابدا نوع من الامراض وكمان اشخاص عانوا هالمرض وتخطوه بسبب التوعيه. 100% فكرمال هيك كمان حابين نجمع كمان كامبين تانية عم نشتغلها بس حتكون بأول نوفمبر حتكون روتر أكت صيدا وكمان مستشفى حمود بصيدا مستشفى حمود مركز طبي جامعي بيستقبل كل العالم حتكون 2 days consultation for free للعالم اللي بحاجة يعملوا consultation وما عندهم المصاري ليروح عند الحكمة وبنفس الوقت لكل العالم اللي بصيدا هيدا شيء awareness صحيح نحن بلبنان كتير عم نحكي عن breast cancer بس 40% من النسوان بلبنان بس اللي بيعملوا هيدا الفحص الطبي فكرمال هيك لازم نضلنا نحكي عن هيدا الموضوع قديه هو مهم وفي نسبة شفاء منه أكيد يعني نسبة عالية 100% هيدا مرض فينا نشفى منه فليه لا ما نعمل هيدا الفحص الطبي 4-5 نوفمبر حيكونوا 2 days بمستشفى حمود حيكون في الجينيكول أونكول النيوتريشن كل الديبارتمنتس حتكون موجودة كرمال يفحصوا العالم ومنهم كمان العالم بتتعود تفحص حالها بالبيت يعني كمان حيعلمون كيف يفحصوا حالهم بالبيت من خلال برزنتيشنز بروشورات حنحكي يعني كتير عن هيدا الموضوع حيكونوا 4-5 نوفمبر إن شاء الله كل النهار بمستشفى حمود تقريباً كل النهار وهذا الشيء اساسي مثل ما قلتي يعني واحد بالنهايه بده يعلمهم هن لحتى يكفوا لانه هن بدهم يفحصوا حالهم بشكل دوري بشكل شهري كل سيده هي بتقدر كمان تبدا بالتشخيص ببيتها قبل ما تتجه عند الطبيب حتى لو ما كانت قادره تروح تعمل فحص شعاعي حتى او الفحص الطبي حتى فيهم يشوفوا البوسترز نحن عم نحطهم بسبوت مول صيدا بكل التواليتات بصيدا بوسترز عن الفحص الطبي اللي بيصير بالبيت سو اذا العالم بتحب تشوف ما عندها الاكسس فيها يعني هيدا يعني وين ما كان عم ننشر هول البوستر صحيح كرمال يعرفوا فيهم العالم يعني هون عم نشوف النادي عم يعمل نشاطات عديده على مدار السنه وهالمره طرقتوا لموضوع صحي 100% قديش كمان هيدا الشيء عم بيشكل عليكم هيك حمل اذا فينا نقول او تحدي انه ضلكم تعملوا هيك امور على صعيد كبير لانه انتم كلكم شباب كلكم وقتكم مش بايدنا مش بايدكم يعني صعب لكم حسب الاوقات عملكم او دراستكم نحن صار لنا سنتين كل سنه الممبرز بفوتوا لعنا نحن هلا 25 رجع صار اكتف الكلب من سنتين كل سنه في اندفاع في بعد افكار جديده ناس جديده بتفوت على الكلب عندها افكار جديده بتطرحها كلنا بنتحمس يعني هلا صحيح نحن كل فتره بفترتها بنطلع شيء بس نحن من اول السنه بنكون عم نشتغل على كل السنه صح فهلا عندنا الكانسر بريست كانسر بعد شوي بنروح لعيد الاستقلال بعد شوي يعني على مدار السنه بنعمل فند ريزنجز يعني بندعم جمعيات منا دعمنا جمعيه رعايه الامه والطفوله جبنا لهم طاولات وكراسي هن بيستقبلوا اولاد بين 3 لـ5 سنوات بعلمون عن المنهج اللبناني وبعدين بياخذون على الاول ابتدائي مثلا ليكملوا المدارس بياخذوا منهم مبلغ كثير زهيد فجبنا لهم طاولات وكراسي كرمال يقدروا الاولاد يقعدوا عليهم يتعلموا هيدا كان اول فند ريزنج لنا كمان اشتغلنا مع الصليب الاحمر عملنا حمله تبرع بالدم مع بنك مع بنك دم بالصليب الاحمر كان بمهرجانات صيدا مزبوط كانت هيدا اول حمله بتصير بصيدا العالم ما كثير بعدها بتعرف عن ثقافه التبرع بالدم جبنا شي تقريبا 50 وحده دم وكان معظم اللي تبرعوا هن ليديز يعني وتشز ما بتشوفيه دائما غريب الصليب الاحمر استغرب كيف يعني صار هيدا الموضوع وصار هيدا تاني كولابوريشن نحن وياهم لانه كمان جبنا سوق الاكل على صيدا صحيح بخان الفرنج وقت للعمل بخان الفرنج ومن خلاله قدرنا نجيب سياره 7 سيتس لبنك الدم بالجنوب كرمال ينقلوا الوحدات فيها على راحتهم ما يستعملوا الامبيلانس اللي هي ممكن تكون شغلتها مش انه هي تنقل وحدات الدم صح شغلتها انه تنقل عالم بحاجه خاصه لانه وحدات الدم بده يكون نقلها يتم بشكل كثير هيك دقيق ومعقم ويكون عندها يعني كل الامور لحتى تنحفظ بشكل جيد لتوصل من مكان لاخر يعني هون عم نلاحظ انه
مثل ما قلتي انتو كمان هالعنصر الشباب اللي عم بيعمل نشاطات عديدة. يعني انا بتذكر بعد كمان وقت قصة خان الفرنج وقت سوق الاكل وهلأ مؤخرا بمهرجانات صيدا، هيدا الشيء عم يعطي كمان دفع لشباب غير كمان. صح. قديش عم بتحسوا فيه هيك يعني حماس عن شباب اخرين انه ينضموا لكم؟ اول شيء انه شو روتر اكت، ما كانوا يعرفوا شو روتر اكت، بلشنا شوي شوي بس ايضا نفوت المفهوم شو هو. نحن عالم نشتغل على نشاطات ان كانت ثقافيه سياحيه توعيه، بنفس الوقت بنشتغل على الفرد يعني من خلال التيم ورك اللي بنعمله، الكوميونيكيشن والليدرشيب سكيلز. كمان نحن بنستقبل عالم تجي بتعملنا ليكتشرز او كونفرنسز عن لنقول البادي لانجويج او حيلا شيء لو كان سخيف بس بنجيبه لانه ممكن نستفيد اكيد منه. فالعالم لا بلشت تعرف فينا، صاروا بامنوا برسالتنا صراحه. صار في كثير عالم بدها تفوت على روتر اكت، فلا بالعكس يعني حتى شباب كثير بيتحمسوا صاروا كمان يفوتوا. اول شيء بتحس انه بس هذا الشيء للبنات، لا صار في عنا شباب كمان وتشز كثير منيح يعني. أكيد شوي أكيد. شوي عم نكبر لانه مثل ما قلتي يعني نشاطات عديده، وحتى ما في واحد يقول انه موضوع سخيف لانه بس يكون موضوع بيمس المجتمع. صح. هو لحاله في اهميه كبيره لإله وحيلا شخص ممكن يستفيد على طريقته الخاصه. حتى العالم بتنطرنا انه يلا شو عاملين هلا، انه بدنا شيء روتر اكت جديد. شو عملنا على الاستقلال هلا؟ شيء عم ينطبخ شوي شوي بعد ما بدنا يعني نحكي فيه، افكار عديده بس دائما حابين هالسنه نعمل شيء عايد الاستقلال. وهيدي الحملة تبعيت سرطان الثدي ممكن تستمر كمان لسنوات جاية يعني حتى بهالشهر. أكيد أكيد. هنا مستشفى حمود عم يشتغلوا عليها على 3 سنين، نحن زدنا عليهم كم شغلة، دايما أفكار شبابية بتزيد على هيدا الموضوع، وإن شاء الله أكيد كل سنة. بالعكس مش بس عن بريست كانسر، فينا نحكي عن كل شيء يعني. أكيد أكيد عن كل انواع الامراض الخبيثة وخاصة بموضوع التوعية لانه هو الاساس بهذا الموضوع. صح. جيهان مثل ما قلتي يعني الانتساب عم بيكون كبير لعندكم شباب وصبايا، انتم كلكم تقريبا باي عمر بين 18 ل 30 سنة نحن عم نكون منهم طلاب جامعة تغري اول ما يفوتوا على الجامعة بينتسبوا لعنا، منهم لا بيشتغلوا صاروا بيشتغلوا 3 سنين 4 سنين، منهم مجوزين وعندهم اولاد يعني من كل الفئات. معنا من 18 ل 30 سنه من بعدها بيرجعوا بفوتوا على نادي الروتري. ايه وعندنا كمان انتر اكت اللي هن بين 13 و 18 سنه بكونوا بعدهم بالمدارس، كلب كثير اكتف بصيدا بجنن. البريزدنت تاعيته اسمها سرينا حمود، شخص كثير كرييتيف وعندها تيم بجنن بيعملوا اشياء نحن ما بتخطر على بالنا. ايه فهول بندعمهم كثير وبنحبهم كثير، والروتري دائما يعني هو الداعم الاساسي. ما هو هيك يعني كمان في تنسيق. صار عندكم تغطيه من ال 13 ل 30 ومن بعد الروتري كمان خصوصي انا كثير دعمتني بكل شيء. حيلا شيء بيصير معنا اول شيء بنلجا لهم بنحكيهم وهن بالنهايه اكبر ممكن يوعوا في خبره اكثر. في خبره اكثر صح. اكيد نحن بنقول لكم يعطيكم الف عافيه وان شاء الله 28 رح تكون هالحمله 28 بالمول سبوت مول صيدا من بعد الساعه 6 حيكونوا في كوافريه بقدر اقولهم اكيد علي شاكر يونس سعيد ونادر شمية حيكونوا موجودين، جرين تاتش حيقدم كل شيء يعني ديزاينز، في كمان تشوكرز حينعطوا للعالم بينك تشوكرز بقص الشعر وبيرجعوا بحطوه من ليليز ستايل وبيتصوروا فيه في كذا ايديا، بدي شاب بده يعمل ميك اب يعني حيكون شيء مش بس انه قصينا شعرنا تبرعنا فيهم نفس الوقت تسلوا يعني في انترتينمنت. اكيد بحسوا حالهم هن كمان عم يعملوا شيء كثير اساسي لانه دائما السيده بتخاف اول ما بدها تعمل علاج كيميائي انه بدها تخسر شعرها، سو هون اوريدي بيكون خلص بتحس انه لا في شيء موجود ومن شعر طبيعي من حدا حب يساعدها. صح. وبتقدر تستفيد منه هي لما بتصير عندها مشكله تساقط الشعر او هذا الشعر بشكل كبير لما بيصير فيها العلاج الكيميائي. وب 54 ان شاء الله بمستشفى حمود تو دايز كونسلتيشن فور فري لكل العالم. اكيد لكل اللي حابين اكيد يفحصوا حالهم وايضا يتعلموا كيف بدهم يفحصوا حالهم بخلال ايام السنه. اهلا وسهلا فيك جيهان ويعطيكم الف عافيه واكيد ان شاء الله بنضل معكم بنشاطات عديده على مدار السنه. رح نتابع محطاتنا ومهرجانات عديده عم بتصير على صعيد السينما بلبنان.
وايضا مؤخرا انتهى مهرجان بيروت السينمائي الدولي للافلام، وايضا تم افتتاح ببدايه هالاسبوع فيلم امريكي طويل، بس كان العرض للصحافه والاعلام من 13 شهر بلش لعرض لجمعيات خيريه لحتى تقدر اكيد تستفيد من هالفيلم على مدار 10 ايام تقريبا او اقل شوي اسبوع، وب 20 الشهر رح يتم اطلاق الفيلم، فيلم امريكي طويل المسرحيه اللي انتظرناها وكنا نسمعها كثير من سنه 80 لغايه اليوم على الشاشات الكبيرة بكل صالات لبنان. ما تخافوا، مش ضروري تركضوا وتحجزوا لأنه حيكون في بطاقات للكل بكل الصالات. رح نشوف هلأ شو موجود حاليا بأفلام من أفلام بصالات السينما بالسينما. ضمن أفلام هالأسبوع سويس آرمي مان، عن رجل يائس بيلاقي حاله على جزيرة نائية وبيصير أصحاب مع شخصية غريبة وبيعيشوا تجربة غير واقعية. فيلم غريب كتير مع بول دينو ودانيال رادكليف. The estimated haul $17 million. وفيلم الكوميدي ماستر ماينز، عن حارس ليلي بشركة سيارات بخطط لأكبر سرقة مصارف بتاريخ أمريكا، مع جيسون سوديكيس، أوين ويلسون وغيرهم. You gotta give me a three count next time. A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. ثريلر Girl on the Train، عن سيدة مطلقة بتغرق بتحقيق عن شخصيات مفقودة والأمر اللي بيأثر على كل حياتها، مع إيميلي بلانت وريبيكا فيرجسون. Because I'm afraid of myself. Send a message loud and clear. If it works, they're heroes. وفيلم الأكشن USS Indianapolis Men of Courage، عن القصة الحقيقية لطاقم العمل على USS Indianapolis اللي علقوا بالبحر بعد 5 أيام فقط من تسليمهم للأسلحة النووية اللي كانت مفروض تنهي الحرب العالمية الثانية، مع نيكولاس كيج وتوماس جين. هيدي اليوم أول حلقة من قطاعة بالسينما، بتعرفوا شو قال شيف عبد الله؟ حذروا شو قال. مش معقولة. قال ما معقول تقطعوا نهار بدون ما تقطعوا بالسينما؟ طب إنه معقول بدك نقص لك شي حلقتين من أو فقرتين من حلقة المطبخ؟ بدنا نخلص. بدك؟ بدنا نساوي يعني. بدك؟ لا أنا ما بدي. طيب أوكي، ماشي. بنروح لعدك. أعطيني وقتي سريعة لا فكرة رشة ملح، شو صرنا عاملين لهلا؟ حتلاقوا عندي التفاح اللي قليناه بالزبدة وبالسكر والقرفة صار جاهز. صار جاهز انه نحطه بقلب الرقاقات او نحشي بقلبه الرقاقات مع القلوبات. نحن اللي مثل ما قلت اليوم القلوبات استعملنا اللوز. كمان بتاني ميلة القطر عندي صار جاهز بعد ما عصرنا له الحامض، وحتلاقوا ركبنا المقلية او الصينية اللي بدنا نساوي فيها الزيت، بدنا نساوي فيها المشبك. كمان حورجيكم عندي هون حاطط السكر مع اللوز، حنجي نطحنهم بهيدي الطريقة. شو حضف لهم؟ حضف لهم شوي من الموارد، وفيكم تضيفوا من المزهر، لكن سكر لوز وموارد، فيها تكون جوز وفيها تكون فستق. هيك بتكون حشوتنا كمان صارت جاهزة. ما ضل علينا إلا نحن شو بدنا نعمل هلأ؟ بدنا نحشي هالرقاقات اللي عنا، ومثل ما قلت فيها تكون مش عجينة رقاق، فيها تكون عجينة بقلاوة، فيها تكون عجينة باف بيستري اللي بدكم اياه. أنا اليوم جايب رقاقات، ولا أقدر أحشي هالرقاقات شو بدي بعد؟ عندي من النشا حضف له شوي من المي لنعمل عجينة نقدر نسكر فيها طرف الرقاقات اللي عنا. فيكم تستعملوا الطحين مع شوية مي كمان وتعملوا عجينة لتسكروا الرقاقات. أما خبرية الرقاقات، هلأ في عالم بيحبوا يخلطوا المكونين مع بعض
وفي عالم بفضلوا يخلوا كل مكون لحاله، فينا نعمل حشوه او فينا نحشي الرقاقات من كل نوع لحاله. يعني انا حورجيكم بس سامبل هلا، برجع بكمل الرقاقات اللي عندي، واكيد نرجع بنحطهم بالفرن وبدنا ندهن عليهم شوي من الزيت. لكن فينا نفرزهم ونقليهم، اكيد فينا نفرزهم ونقليهم، بس طالما نحن اليوم عم نشتغل بهيدي الطريقة حنكتفي انه نحطهم بالصينية وبندهنهم شوي من الزيت، واذا بدكم فيكم تدهنوا شوي من صفار البيض. هاي الرقاقات مثل ما قلت لكم بهالطريقة. نجي ناخذ سكر الطرف مثل ما بنعمل الورق عنب عادة، وعقلب الصينية اللي عنا كمان طريقة ولا أسهل، بنحطهم حد بعض. لكن هيدي الحشوة أو هول الرقاقات اللي عنا بدهم يفوتوا على الفرن درجة حرارة 180 ليتحمصوا، يعني فترة 5 دقايق. اللي حأعمله أنا حكمل لف هالأصابع اللي عنا، بس مثل ما قلت لكم قبل ما فوتهم على الفرن نجي ناخذ شوي من الزيت وبندهن بهالطريقة. هيك بنكون عملنا الحشوة اللي عنا فواكه وخاصة تفاح. نعرف انه نحن عم نساعد او عم نجرب نحس العالم انه يستهلكوا التفاح، وخاصة بالمحلات والشفية لهم دور كتير كبير يفوتوا او يدخلوا التفاح اذا بدكم بالمانيو اللي عندهم قد ما فيهم، وخاصة بالحلويات وبالسلاد بيلبق التفاح. وبكرة حيكون عنا نحن البرجر هنعمل معها التفاح على طريقة الكول سلو كمان، هيك بنقدر كمان ندخل التفاح. شو فينا نعطي فكرة للتفاح ندخلها؟ يعني اللي بيشتري كيلو في يشتري 2 كيلو، في يعمل خل التفاح، في يعمل عصير التفاح، شو ما بدكم فيكم تمرقوا التفاح البلدي. أنا حكمل لف الرقاقات اللي عندي مع الخلطة الطيبة، وهلأ كلنا بنرجع لعند غيدة. شكرا شيف، ومثل ما قلت اهم شيء فعلا بهالايام دعم التفاح اللبناني وكل المنتجات اللبنانيه. ونعرف قديش المقوله اللي من زمان بنقولها انه ان ابل ا داي كيبس ذا دكتور اواي، او تفاحه بالنهار بتبعد الاطباء، مع احترامنا للاطباء بس تبعد زيارتنا للاطباء اذا واحد بيستهلك تفاح اللي معروف قديش هو صحي. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، خليكم معنا. اليوم جون معه موهبة جديدة وصوت كتير حلو، راح تسمعنا اليوم صوتها بجيل توب. ثانك يو غيدا، واكيد بعدني انا هون وجبت معي ضيفين كتير مميزين، بتعرف عليهم. تيفاني كيفك؟ بونجور، منيحة. قد ايه عمرك تيفاني؟ عمري 14 سنة. وموهبتك؟ الغنى. انا بغني. وقد ايه صار لك عم تغني؟ صار لي تقريبا 3 سنين عم بغني. 3 سنين عم بتغني؟ نعم. وغير الغنى نحن عرفنا من والدي اني كثير شاطره كمان بالمدرسه وجايبه اونار وكل شيء والميداليات كلهم. بلا الوالده ما كنا وصلنا لهون. هي اكيد هون وعم يعني مواكبتك مع كل القصص اللي عم تعمليها، واكيد اللي مواكبه اهم شيء هو مع حفظ الالقاب. تونيا اكيد. صباح الخير. كيفك تونيا؟ صباح الخير للمشاهدين وللكل الموجودين. رح انت كمل هلا. لا من كل المظاهرات نحن طالعين الهواء عم نحكي موسيقى. وتوني طالع معنا وستيفاني. مع تيفاني انت الكوتش تبعه فينا نقول. وي انا تعرفت على تيفاني، اهلها اتصلوا فيي من شي 2 ونص أو 3 سنين، ومثل كل تلوم ابتدي معه عن جديد. بعدين بلشت تيفاني هيك نحس انه اوف تيفاني عم البروجرس اكبر واكبر، وعامل بروجرس هيك يعني. هلا نحن اليوم عيد ميلادها، قلنا بنشجعها اليوم عيد ميلادها كمان. هلا بنظبط لها جاتو كانوا قايلين لنا ما عرفنا شيء. لا هي سربريز. خلص هلا بتغني لنا كمان انت هابي بيرث داي لك. اكيد. توني عندي سؤال، اتصلوا فيك قالوا لك تيفاني بدها تجي لعندك وهيك، في ستيبس بتاخذهم قبل ما تغني الغنيه تبعها هلا اول وحده، بس في ستبس بتاخذهم انت مع حدا مبلش جديد معك تو سيلكت دم تقبلهم ما تقبل او شو؟ اذا كان الوقت ضيق اكيد بعمل سيلكشن، اذا ما كان الوقت ضيق المجال مفتوح للكل. انفان ما عم بحكي عن تيفاني، عم بحكي عن بالاجمال. هلا مين ما بيجي لعندي بسمع الصوت
بعطي النصيحة يعني منيح كتير حلو بينشغل عليكم ما بينشغل فالج ما تعيش يعني فيها الأشياء يعني فيك تجي تقول لحدا ما بينشغل يعني أنا إذا جيت نحن دورنا كأساتذة نوصل إنه الإنسان لازم يعني يمشي حاله أفار إن فاجوست يعني صوت صح إذا أنا بوصل للإنسان يصير عنده دينة يميز يقول الدو بمحل المي بمحل السول بمحل اتسترا النوتات بمحلهم يعني أنا I got the goal علمته صح. هلأ الصوت الحلو هيدا رباني يعني كيف مثلا في يعني الجمال الطول لون الحواجب لون الشعر أوكي لون العينين هيدا التامر التامر من ربنا يعني الصوت الحلو هو غير الصوت الصحيح إنما الصوت الصحيح هو أكيد صوت حلو الصوت الحلو ممكن يكون مذيع عنده صوت حلو بس يمكن الله مش خلق له يعني وقال لك كانوا كل المذيعين بيكونوا عم بيغنوا عرفت صح صح يعني بدنا نشتغل على هذا الموضوع نشتغل على انه الصوت يصير صح وتفني كيف مع توني يعني بتروحي لعنده هيز يور تيتشر بيعذبك از توف بتتعذبي معه تعذبتي لتوصلي محل ما انت اما لا وأكيد لازم تشتغل كتير وتسابر لتوصل لأهداف بالحياة يعني ما في شيء بتوصل له هيك بلا ما تشتغل وتتعب وأوقات تتأثر بأشياء بتمرق فيها لا نحن كتير نتسلى ونشتغل نتعلم بذات الوقت بس نكون عم نغني نعمل فوكاليز للسولفاج للغنى ونكتشف مع بعضنا أنواع جديدة من الأغنية للمودرن للكلاسيك وكتير أشياء كمان هلأ سؤال بيناتنا حفظك الجواب لا I'm impressed بيحفزني الغنية بس ما بيحفزني جواب تحكي أكبر يعني هو بس عمرك 14 يعني بس عمرك 14 كلها أكيد عم نشوف نحن صور كنت عم تقطع معنا عن مهرجانات غنيتي فيهم صح عن بعتقد كمان عم تمرنوا في فترة في صورة كنت عم تمرنوا فيها قطعي بس هلا بعتقد المشاهدين بدهم يسمعوا صوتي كمان أول غنية رح نغنيها هي Writing on the Wall لآلان ووكر هو آلان ووكر هو دي جي Writing on the Wall سام سميث هذا الهوى بيوتر لا سبا هو سام سميث هو كتير معروف لصوته الأوبرا شوي العريض وغني له غنيته اسمه Writing on the Wall Writing on the Wall كانت غنية جيمس بوند الموفي الموفي تبع جيمس بوند بس هو غنيها من الأصل سام سميث صح رح نحضرها رح نسمع ما نحن رح نحضرها That haunt me from my
شوي هيك بس لا لا يعني لا كثير طبيعي نحس نحن مذهولين وصح وبتلاحظ انه برافو برافو يعني هذا سؤال بساله دائما اذا صار شيء مستيك صغير اما كيف بيكمل الشخص برافو هاو شي هاندلز ات يعني لايك بروفيشنال فيك تعتبر عن جد بس بدلك ملحقها حتى هي وعم بتغني بتلاحظ انه يا عم بتمتم يا عم بتهز بايدك يعني مساعده شوي يعني يور ستريس مور ذان هير عم نطلع بس برافو بهنية عضبت اعصابها لانه تقنيا قطش السدي وقدرت تحكي تعادي يعني يعني انا محلها كانت انهارت اعصابي انا انهارت اعصابي انت نحن جربناها نحن حسيت نفسها عم بيروح بقطعها ثانيه برجع بعطيها كله مدروس نحن عنا سوري بليز توني بس لا بيرفكت هاو يو هاندل ات يعني توني طب تيفاني هلا هالغنيه قد بتاخذ معها وقت لتتعلمها اخذت معنا شهر هذه الغنيه وهذه الغنيه لما نزلناها على الانستغرام اخذت ضجه عارف انستغرام شو شو انستغرام تيفاني شخص يعني وجه خير علي انا لما نزل لها شيء من عندي على الانستغرام اللي بحب يعمل لي فولو توني بايع يعني هيك بيصير يجيني كومنت انه يي من هذه صوت مهم صوت حلو وبيجيني تلاميذ صار يعني انت اللي بتدفع لها صرت وجه خير علي بس يعني عاملين شفنا ايفنتات وين ايفنتات عاملين لك هلا ما في ايفنت انا اصلا بعلم بس يعني مشان ما بحب اشتغل انه بغير انه انا اصلا ديجا ريستوران وهيدي الاشياء ما بشتغل هيك شيء أوكي. هلا ممكن تشتغل تي في اذا شي مره في اوبشنز لا شي اوبشن لتي في شو لتوك شو نشتغل على الموضوع ليه لا عادة هيك انا حاليا ولا مره اشتغلت اشياء تانية هلا ايفنتس ممكن انه ليلى بنفكر بتبيض الوجه ميرسي بوكو شي مره غنيت تيفاني ب ايفنت للمدرسه لاصحابك قدام ناس يعني فرونت اوف كراود انا على طول بحب غني قدام اصحابي وانا غنيت على طول كل سنه المدرسه بتعمل انا بالانترناشونال كولج عينار وبوجه تحيه لكل اساتذتي وكل الناس اللي عم بيحضرونا هلا انا كل سنه بيعملوا تالنت شو بالمدرسه وكل سنه بحب اشترك وغني لا هي مش هي لا هي بس تهيك حاسس الناس بشعور ما توجه غنيه اعطيهم شعور حلو هيك لكم دقيقه هو انا بحب غني طيب بتغني وقت تكوني زعلانه وقت تكوني مبسوطه يعني بغني كل الوقت دريزه فيلينج لتغني اما لا هو بغني كل الوقت بس خاصه بس كون زعلانه it brings out سعاده عرفت يعني سعاده او خيو سامي كثير بايخه صفا ما طيب بالغنى اللي عم بتغني نحن كنا عم نحكي تحت الهواء انه عم بتغنوا مودرن يعني لخبرك انا انه كنا عم نحكي انا وياك دردش يعني انه بعد كل الكونسرفاتوار يعني بكل العالم الكونسيرف لي شوز وبهمه بس يعلم القديم وبنفس الوقت صار في ميوزيك كونتمبورين وخاصه بلبنان ما بنلاقي حدا بيعلم تكنيك هيدي التكنيك بتلاقي تكنيك يمكن كلاسيك اوبرا شرقي كثير او في اللي ما يسمى بالغنى الاوبرا العربي هلا عاملينه جديد بالمعهد بس ما في هيدي التكنيك اللي هي ابتدت تقريبا من اخر السبعينات اول الثمانين لما ومن بعدها مايا كاري ومن بعدها بيونسي ومايكل جاكسون وكل هالاشخاص اللي عملوا هالستركتور لهالميوزيك بدك مين يعرف يعلم بدك حدا يعلم هيك نوع موسيقى لانه هذا غير تكنيك
غير تكنيك اللي تغني It's Now or Never أو غني Even Osso Lemio أو Sheila Pavarotti أو هيك يعني غير فيها. واليوم هيدا الجيل يعني دي عمرك ما شاء الله 14 بحب هيدا الشيء, بحب هيدا النوع الموسيقى شئنا او ابينا بحبوا هيدا الشيء فرنسي انجلي, وحتى ايفن ذو يا ريت بيتالف اشياء عربي مهضومه هيك. تفني شو بتغني اي لغات؟ انا بغني فرنسي عرب وانجلي ثلاثتهم. ثلاثتهم بتغنيهم كلهم؟ صح وبتركز على ثلاثه اما بس بتركز على حسب كل تلميذ شو بده. ما بركز عربي غير مقابل من سمعكم عربي. هلا بعد محضريكم شيء لالين ووكر اللي هو دي جي, هلا بس لحنه كثير غريب وبتغني هو معه حدا. ألان ووكر عمل غنية فايدد, نحن رح نسمع أي غنية؟ Sing Me To Sleep اسمها. أوكي. هي غنية جديدة طلعها بجون هو بهالصيفية, وبتغني معه كمان بريتش سينجر كمان بتغني معه يعني بترافقه بكل الأغاني. رح نسمع الغنية بس سؤال سريع, بتتعلموا عن الأرتست وعن الغنية قبل ما تتعلموا تغنوا الغنية؟ إنه بنقرا شوي عن حياته لو ما هيك ما أعطيناك المعلومات. سمعت الأغنية؟ Let's go. يلا. Let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. عم بدهمنا بدي اقول لك ثانك يو الوت عن جد على الصوت. انا بشكركم لكم على هالصوت الرائع, وعن جد كيب اب ذا جود ورك, اكيد توصلي فيه لهالصوت. بتوقع منكم البوم جديد. توني كنت عم تقلي بس على السريع بس عن صوته بده كاركتر, مثل هيدي الغنيه بدها كاركتر, يعني مش مهم قد ايه انا صوت كبير او واسع. هن كثير يعني الين ووكر هيك بلحن بهالطريقه, هو هيز دي جي ميوزك بروديوسر سو بيشتغل بهيدي الطريقه, بنبش على ان كاركتر. سو انا كمان مع تلاميذي بشتغل على هذا الموضوع, لانه مش هم انا اكون صوت كبير, صوت واسع, صوت ضخم, صوت جعار اللي بدك اياه, يعني المهم انه يكون عندي كاركتر. يعني بس اخلق كاركتر بيمشي الحال, بنشوف هوية كل شخص وين هويته بنشتغل عليه. صح صح. تيفاني توني عن جد ثانك يو الوت فور ذيس اميزنج تالنت. بس قبل ما نخلص بدي اشكر, يعني بشكر الكل اكيد, بس بدي اشكر خاصة اكثر شيء امي وبيي واكيد خيي يلي هن نوروا لي الطريق للنجاح, وهن يلي دفعوني كون شخص يلي انا اليوم, وعن جد بشكرهم على كل شيء وبحبهم اكثر شيء. انا اكيد انه هن دفعوا لي تحكي هيك كمان. لا بس كنت عامله كاستنج للمذيعين. فيكم توني ثانك يو الوت, تيفاني ثانك يو الوت, ثانك يو. اللي بيحب يكون ان كونتاكت بس توني بيع اون اول سوشيال ميديا. توني بيع اول سوشيال ميديا. اوكي.
مرسي. شكرا اكيد ويعطيكم الف عافيه. صوتك كثير حلو تفني عن جد، برافو خي. بفش الخلق خاصه لما بنسمع على الاذاعات اوقات اصوات بدها الغاء من الوجود يعني، ومثل ما قالت توني عن جد حلو لما بيكون في بصمه هيك لحيالله شخص بيكون عم بغني، بتسمعه من اول نوت اثنين بتعرف انه هذا الشخص هو هالشخص اللي عم بغني الغنيه. جون بنشوفك الاسبوع الجاي ورح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع الشيف عبد الله ومحطات مفصله، خليكن معنا. رولز التفاح صاروا بالفرن وانا للصراحه عم شم الريحه تبعيت السينمون بقوه، بقى رح ننتقل لعنده لحتى نشوف وين صار هلا، وبعده بمرحله اللف وبعد شوي المشبك رح يعرفنا على طريقه تحضيره ورشه ملح. صباح الخير عن جديد، وصلنا لختام عالمنا الصباحي. خليت شوي من الرقاقات لنعمل انا وياكم الرقاقات، بس قبل خلينا نقدمهم مع بعض بالصحن ومنشوف كيف النتيجة النهائية وبنرجع بنشوف كيف تحضروا. لكن هيدا الرقاقات بالفرن، حنيجي ناخد من التفاح، نحط التفاحة بالنص وبناخد هالرقاقات اللي عنا. خلينا نجيب مشحاف، نشوف كيف محمصين أهم شيء. فيكم تحطوا عليهم القطر بس هن فيهم ديجا يعني بقلبهم بعدهم من السكر الموجود اصلا طبيعيا بالتفاح، ومن السكر اللي حطيناه مع التفاح والسكر اللي حطيناه مع اللوز. هاي بالنسبه للرقاقات. هلا اذا بدكم انتم عندكم من السلبات او ورق زبده فيكم تحطوا من ورق الزبده تحتهم حتى ما يلزقوا معكم، وفيكم تحطوا اذا بدكم تستعملوا صينيه يكون بقلبها ماده التفلون او مدهونه من التفلون. هاي الرقاقات اللي عندنا صاروا جاهزين، نيجي بناخد من السكر البودره بهالطريقه. مثل ما قلت فيكم تستعملوا عجينه الرقاقات، فيكم تستعملوا من عجينه البقلاوه، حتى من العجين العادي كمان فيكم تعملوا منهم من السمبوسك. وهيك الرقاقات اللي عنا صاروا جاهزين، هنجي نشيلهم نحطهم بهيدي الميله ونروح لتاني ميله نشوف شو عنا من الحشوات. لكن الحشوه اللي عم حطها حاليا هي اللوز والسكر مع الموارد، او اذا بدكم فيكم تحطوا معها من المزهر. مثل ما قلت قلوبات فيكم تستعملوا من الجوز، فيكم تستعملوا من الفستق، شو بدكم من القلوبات فيكم تستعملوا بقلب الخلطه هيدي. حتى اذا عم تعملوا من التمر عندكم، عم تعملوا عجينه معمول عندكم حشوات مختلفه، فيكم تحطوا من كسر الشوكولا كمان مع التفاح اللي عنا بيطلعوا اطيب واطيب. هاي بقى التفاح، لكن التفاح قطعناه وخلينا بقلبه شوي من القشر، رجعنا دوبنا من الزبدة على النار، ضفنا التفاح والقرفة مع الزبدة ورجعنا حطينا لون من السكر، وشفتوا كيف صار عنا لون التفاح هاللون الغامق مع الصوص اللي بقلبه اللي هي السكر والزبدة، يعني عملنا من الكراميل كمان بقلب التفاح. رجعنا جينا هلا عم نلفهم بقلب الرقاقات او بعجينه الرقاقات وبنفوتهم على الفرن مثل ما قلت درجه حراره 180 لفتره ربع ساعه ليحمروا عنا وياخذوا لون. لكن مثل ما بنلف الرقاقات عاده او مثل ما بنلف حتى الورق العنب بهيدي الطريقه. وهيك يكونوا عنا صاروا جاهزين. حتى اذا جبتوا من العجينه المدوره فيكم تعملون صرر صغار
وتحطون بقلب صواني المافن كمان وبيطلعوا أطيب وأطيب. حتى التفاح اللي عملناه كراميل فينا نحطه على وجه المافن إذا عاملين مافن، وفينا نحشي بقلبه التارت. شو فيكن التفاح مع القرفة بيلبق كتير عنا. هاي ما تبقى من الرقاقات اللي عنا، نجي بناخد مثل ما قلت لكم يا صفار البيض يا شوي من الزيت، ندهن الوجه اللي عنا وعلى الفرن. يا وهاي منعير ربع ساعة. شفتوا كيف طريقتنا قد ايه سريعة؟ أهم شيء التحضير. وحتى الحشوة اللي استعملناها، يعني حشوة التفاح أو حشوة إذا بدكم اللوز، بيضاينوا بالبراد عنا ما في مشكلة طالما حاطينهم تبر ويل مسكرين. هلا إجا دور نشتغل شوي ب المشبك. شو بدنا نعمل؟ وين ال يا هنرجع نجي ندور الزيت اللي عنا بهالطريقة لأنه هو حامي أصلا. شو عنا؟ هناخد من الوعاء الستانلس، فيكون إزاز، فيكون تشتغلوا على المكنة، بس أنا بفضل نشتغل يدويا. ليش؟ لأنه بدنا نشوف الخليط نحن وعم نعمله لنحصر على المزيج اللزج اللي عنا، لأنه بدنا إياه مثل ما بيقولوا الطراطور الجامد، ما بدنا إياه صوص رخو. يعني هناخد أكيد الوصفات حيرموا قدامكم على الشاشة، مكون نشتري بياخد وقت شغل هو، بس نحن بنشتري عادة كتير طيب وبيضاين لأنه محفوظ بالقطر، القطر بيتشربه، فمش غلط نتعلمها ونسويها نحن بالبيت. وفيكم تسوها أصابع، فيكم تسوها أنتو كيف تكون تتفننوا، بس هي اسمها مشبك لأنه مشبكة مع بعضها. عال عندي حطينا النشا مع الطحين، وعندي ملعقة كبيرة من الخميرة. هلا بتقولوا معقولة حلو وما حطينا سكر؟ ايه ما حطينا سكر. ليش؟ لأنه الخليط اللي عندي ما بدي يشقر بالنار. يعني إذا أنا عم بعمل عوامات أوكي أو زلابية إذا بدكم، بضيف لها من السكر، وفيني ضيف لها من البيكنج باودر كمان حتى تشقر وتعطي عندي اللون. نحن اللون ما بدنا إياه لأنه نحن بدنا تاخد لون القطر، أو إذا بدكم التلويني اللي بتستعملوها، وفيكم ما تستعملوا التلويني، هذا شيء بيرجع لكم. بعد ما حطينا هتشوفوا عندي كيف المزيج عندي هون صار غليظ وصار سميك. بعد ما حطينا الطحين مع النشا ومع الخميرة، اجى الدور نضيف مي. وحتلاقوا بالوصفة المحطوطة، يعني انا اذا ما بيلحق يحضرها للوصفة او يحضرنا هلا، في شوفها يرجع على يوتيوب، في يسألني عنها على صفحة شيف عبد الله خضر على الفيسبوك، شيف عبد الله خضر. انا حاطط المي حسب الحاجة، يعني ما مكيلكم مليلتر المي قديش، لتر او نص لتر لكمية الطحين وكمية النشا، لانه انتو عن نظر تنشغل هيدي العجينة لتشوفوا كيف تكون تحصلوا اول شيء تدوب المكونات اللي عندكم، وتاني شيء تحصلوا على المزيج يكون لزج وغليظ. هلا اذا بتطلعوا امرار بتضيفوا من المي وضفتوا مي زيادة ما بيأثر، فيكم تضيفوا من الطحين ترجعوا، وفيكم تتركوا العجينة اللي عم تعملوها لفترة. هلا بتعرفوا الطقس بلش يبرد، يعني بالشتوية فترة ساعتين، بالصيفية فترة ساعة، لتتفاعل الخميرة اللي عندكم. مجرد ما تتفاعل الخميرة مع الطحين والنشا حتلاقوا النشا شرب المي اللي عندكم، وممكن أول ما تشتغلوا فيها إذا لقيتوها لزجة شوي تضيفوا لها شوي من المي الباردة وتحركوها وتبلشوا قلي. شفتوا ليش نقيت جات كبير وواسع حتى نقدر نتدور بهيدي العجينه ونقدر نخلطها؟ طبيعه الحال نحن مجهزين عجينه، ما معنا الوقت ساعتين، بس نحن عم نورجيكم انه هي عجينه اذا بدكم مكوناتها كثير سهله وما غاليه، ما بتكلف، يعني يمكن بالعجينه اللي عندنا
او بهيدي الوصفة اغلى شيء هو السكر، الطحين والنشا مع الخميرة. نرجع نجي، اهم شيء نحرك مزبوط هيدا المزيج. بهيدي الطريقة فيكن تغطوها وفيكن تتركوها بحرارة الغرفة إذا عندكن فرن داير. هاي الرقاقات عنا بالفرن، إذا عندكن فرن داير فيكن تتركوها حد الفرن كمان تتفاعل أكثر الخميرة، لأنه بنعرف الخميرة بدها دفى لتتفاعل عنا. هيك عجينتنا صارت جاهزة. شفتوا كيف القوام تاعها مثل الطراطور اللزج؟ هيدا هو اللي بدنا نحصل عليه. هلا فيكن تفضوها بجاط صغير وتستعملوها او تتركوها لتخمر حتى ما ينشف الداير اللي عنا. بس الفكره عندي انه هيدي العجينه انا مش مفضل عندي اعملها اليوم واستعملها بكره، لانه بنعرف على الخميره اللي بقلبها تنتزع عنا العجينه حتى لو حافظينها بقلب البراد. فبنعمل العجينه وبنقليها كلها وهيك هيك بتضاين عنا لانه مخبوزه بالقطر. شفنا كيف عملنا العجين؟ العجين حنشيلها على جنب وحنجي نجهز حالنا لنعمل المشبك. المشبك مثل ما بنعرف له اداه نستعملها اللي هي اسمها المصب. كيف منصب المصب لنعمل قطايف؟ في مصب من النحاس من الالمنيوم موجود للمشبك، وبالبيوت فينا نستعمل كيس السكب وفينا نستعمل الاناني السكويز كمان بنحط فيهم صوصات. حنضف شوي عندي بشيل الجلي اللي وراي، بنروح بريك وبنرجع لنشوف كيف بدنا نقلي المشبك انا وياكم. انا اليوم من الصبح حايصه لحتى اشوف كيف راح يحضر المشبك الشيف عبد الله، لانه دائما مشغلنا بالنا هيك المشبك بنحسه هيك عنده شكل غريب ومهضوم، لانه قال انه المقادير كثير سهله بيكونوا موجودين بكل بيت. خلينا نشوف قديش تحضير او اذا فينا نقول وضعه على النار قديش راح يكون سهل كمان مثل ما قال ورشه ملح. عم تصعبي علي يعني؟ مش عم صعب عليك، انا بقول انه الوعد على الوعد يا كمون انت. خلينا نشوف. انا بوعد وبوفي. ايه بعرف. ما في مره. لا عن جد يوم على الوعد يا كمون ولا على الوعد يا قرفه، بما انه جوا هاي الفرن عنا. ايه صار جاهز. خلينا نجي نشيل بس هالرقاقات ونكمل نرجع خبريه. ايه شو لا هون سخن شوي. ايه. كان قبل كان لانه ايه كان في صحن. شفت شو ما عم بفتري انا؟ شفت في سخن هون قلت اح. يعني اذا المشاهدين ما عرفوا انه اعطينا حدا تحت الهواء من الرقاقات السخنه إيه؟ هلا عرفوا لانه حطيت ايدك وقلتي احلى. لا ما عليه يعرفوا. يعرفوا ايه طبيعي. تخيل يكون هذا الاكل عندنا وما ناكل منه، انه هذا ما بيخفى على حدا. اكيد 100%. وعم فنس عليهم اذا ما عرفوا انه حدا اكل اوريدي. وهي بورشن من الرقاقات. اذا عندكم من الفانيلا بوزة الفانيلا كمان بيلبق معها سكوب من الفانيلا. اه بتصير مثل ترتتا يعني. بتصير مثل ترتتا. يا اهلا وسهلا. حنجي نجيب يلا الزيت عندنا صار حامي. اوكي مثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا اناني السكب، فيكم تستعملوا المصب اللي هو جاهز. حتلاقوا الخميره اللي عندي كيف شدت. قلت لي صارت غليظه؟ غليظه. حنورجيكم لانه اللي جهزناها هيك الفرق بين الاثنين. كمان هيدي غليظه بس بعدها اقل غلاظه. ايه ما عم بتمط معي يعني ما عم بتمد. ايه اوكي. فهلا اللي حنعمله حنفضي بقلب كيس السكب. اوه شكله مهضوم بهالطريقه. اوكي انا عم بستعمل كيس السكب بس هلا بقول لكم ليش. لاعبي بقلبه القنينه. ايه اوكي. اوكي حتى ما نتل الدنيا. اذا عندكم قمع كمان فيكم تستعملوا القمع وتعبوا. القنينه احسن من أسهل. من الكيس. إيه. اوكي وخاصه نقدر نتحكم فيها اكثر للعجينه. ايه اوكي لانه بنعرف عم نشتغل مع الزيت الحامي. نرجع
نعبي بعد شوي من العجينة. ايه مثل الناطف شكله. مظبوط. هيدي الخميرة بس تشتغل شغلها مع النشا بيتفاعلوا وبيعطوا عنا هذه النتيجة. ايه كثير شكلها مثل الناطف. يلا نحن بالانتظار. يا أبا ها هاي القنينة عندي. قنينة الكاتشب. ايه هنقص هيدي حتى ما توقع عنا بقلب الزيت. الزيت عنا صار حامي. نجي يلا نتفرج على الموديلات نشوف شو مهضومة. اوكي بهالطريقة. نرجع نقوي الزيت. ايه طالما بلشنا بدنا شغل. شفتوا كيف عنا؟ ايه بلشوا يفوشوا على الوجه. هلا دور انا اشيل دولي لهيدي الميله. بدنا اياها تقسى شوي. ايه قبل ما نقلبها لانه ما فينا نقلبها وهي بعدها طريه. بتعلق عنا بقلب الملقط. مزبوط. هيدي قسيت صار فينا نقلبها. شوفوا العجينه عنا نحن ما طالبين تاخذ لون مثل ما قلت انه ما بدها تاخذ لون لانه ما بقلبها بعد السكر. ما بقلبها سكر. السكر اللي حيكون بقلبها حتاخذه من القطر اللي حتتغطس بقلبه. ايه هذه بعدها طريه. بهالوقت شو حنعمل؟ حنجي ناخذ جات للتقديم. اوكي نحمصهم بعد شوي. ما نحمصهم بعد شوي. ايه اطيب. بامرك. هيدا ذوق عام مش بس انا هيك بقول بحس. لا ما هو بتعرفي حياخذوا الطعمه هلا الكريسبي. ايه. من القطر. من القطر. من بدنا نحطهم بقلبه. طيب هلا عندي مثل ما قلت زيت حاطط معه التلوينه الحمراء. ايه هنجي نخلط هيدا الزيت مع التلوينة الحمراء وناخد المشبك اللي عنا منغطسها بهالطريقة بالزيت. ايه ونرجع بالقطر. ايه مزبوط لانه هي ما بتكون هيك. تفضل نص ملونة. يا هلا انت حتشيلي من الحلو بده حلو مثل ما بيقولوا. ميرسي. اوكي حتشيلي من القطر وتحطي هون. خلاص بكفي. ايه خلص شربت قطر. خلص شربت. صفيها شوي مزمن هيك من القطر ولا ما بدك شوي يعني هي اوريدي شربت كثير. يا هي لانه سخنه والقطر بارد دغري بيتغلغل بيتغلغل فيها القطر اللي عنده بتغلغل بالاعماق. اوه شوف شكله شو حلو. يا وهيك تكونوا شفتوا كيف استعملنا. فينا نلونها كلها. ايه فينا برجع بقول ما نلونها. لا بس احلى اذا هي فيها تلوينه. هي ملفتة هيك ايه للنظر. وفينا اذا بدكم ما تلونوها بتغطسوها بالقطر وبس تشيلوها من القطر دغري بتحطوها دغري بتحطوا لها من الفيرمستلي الشوكولا الملون كمان هيك. بترغبوا فيها الاولاد. الاولاد والشوكولا مش بس الاولاد يعني والكل كل الناس 100%. هذا ضعف الجميع. هاي بعد حبتين لكن عملنا اليوم الرقاقات مع التفاح مع قلينا التفاح بالقرفه بالزبده ومع السكر عملناهم كراميل. حشينا الرقاقات بخليط التفاح ورجعنا بتاني ميله عملنا من اللوز والسكر على المكنه مفروم خشن وحشيناها من النوعين الحشوه. ايه. اللي فيها ناتس واللي فيها اوبا اوبا برافو اللي فيها تفاح. رجعنا
وتاني ميلي حطينيهم برقاقات، وبعد ما حطينيهم برقاقات جينا خبزنيهم ورشينا عليهم من سكر البودرة. هيدي بأول وصفة. تاني وصفة قدامكم عم نقلي المشبك. شو عفتش عليهم أنا؟ لا خلص. عم نقلي المشبك. شفتوا كيف بأنية السكويز، حتى بأنية مي إذا بدكم مع الغطا فيكم تعملوا المشبك بهيدي الطريقة. ومثل ما قلت هيدي العجينة كتير طيبة غير بس غطا الأنينة بيكون شوي أعرض. لا ما هو نحط غطا الأنينة وبيسيخ منحمي بالنار شوي نفختها شوي. أوكي. ويمشي الحال. دائما في حلول، دائما في حلول ما في شك. بدك تلاقي لنا يعني يا وهي بهالطريقه بنقلب. الزيت اللي عندنا بيتبرد بيرجع بيتصفى وفينا نرجع نقلي فيه مره ثانيه. ما بتعطي لانه المواد اللي حطينا ما حتنزع الزيت لانه ما في طعمه، ما بقلبها طعمه، نحن الطعمه عم ناخذها من السكر. أوكي. يعني الطحين مع النشا ما حيتفاعل مع الزيت، وحتلاحظوا انه الزيت بعده عندي كلير مسود لانه ما في بهارات وما في اي مواد دهنيه بقلب الحشوه اللي عندنا او بقلب الزيت اللي عندنا. سو ممكن استعمله اكثر من مره، ما بيأثر ابدا. بكره بنستعمله بنرجع. اوكي بكره شو بدنا نعمل؟ بكره عندنا بدنا نعمل المشروم برجر، يعني بدنا نعمل لحمة البرجر. نستعمل التفاح. لا حنستعمل التفاح. ايه تفاح على جنب الكولسلو ما هيك؟ حنعمل كولسلو والتفاح. ايه. مع الجزر والتفاح الملون، وحنعمل البرجر، يعني حنعمل اللحمة ونرجع نحط معها نعمل صوص المشروم. وندوب الجبنة أكيد ونقدمها بطريقة جديدة للبرجر. عزيمة. لمحبين الفطر، في كثير عالم صاروا بيطلبوا الفطر هالايام. ايه وهو الفطر مغذي يعني اصلا. فكيف اذا عملناها صوص وحطيناها مع البرجر بتطلع اطيب واطيب. البرجر حبيب الجماهير 100%. بس نحن المبدا انه نحن نجرب دائما نعمل الحشوه بالبيت او اللحمه بالبيت، ما بنعرف برا يعني صحيه اكثر بكثير اكيد يعني. بهيدي الطريقه هنترك هول يتحمصوا نرجع بنكمل. كثير صار عجقه بدك نوقف؟ لا لا وين ما بدك ما بيأثر. هن المشبك بتلاقيهم بحطون مزبوط بيعملون صفوف صفوف صفوف. ايه. صفوف. لكن بقي عنا من الحشوه مثل ما قلت يلا بنرجع بنفضيها. حتى انتوا طالما انتوا قادرين تتحكموا بالعجينه شو بدكم اشكال فيكم تعملوا هيدي العجينه. مزبوط. ايه يا هول تحمصوا. شو رايك هلا شو قلي نوقف تلوين شوي نعملهم بيض؟ هلا القطر تلون للاسف، بس ساعتها ما بنسقط لنكسب الوقت. ايه ما بنسقط بالتلوينه بصيروا هيك عاطين على زهر. دغري حط لك بالقطر. ايوه ايه نقرب القطر لعنا. ايه بصيروا بيعطوا على زهر. ادم ايه هيك قربها لعندك. عفوا 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 كبير كبير. ايه هيك صاروا زهر. شكرا صاروا زهر. واذا عندكم القطر العادي كمان مثل ما قلت فيكم تحطوه من القطر العادي. بيض بيض هيك بنكون عملنا الوصفتين اللي قلنا لليوم حلويات. مثل ما بتعرفوا الاحد حلويات. انا بقول لكم حنشوفكم بكره، نرجع بنذكر بالمواعيد. حشوفكم جمعه واحد وتنين. والشيف حسين حيشوفكم يكون معكم ثلاثه اربع خميس. ايه. واكيد في عنا الشيف بلقيس حتكون نهار السبت. انا بتشكركم على اليوم. وبتمنى للنادي الرياضي النجاح اليوم والفوز بلقب اسيا. هنلعبوا اليوم الفينال. ايه. ان شاء الله يا رب دائما هيك بيبيضوا لنا وجهنا، والرياضه بتخلي تعطي فرحه وبتعطي امل جديد للبنانيه. اكيد ودائما النادي الرياضي هيك بيرفع لنا راسنا خاصه بالالقاب العربيه والدوليه. بقى ان شاء الله يا رب اكيد كل الحظ والتوفيق لهم. نحن بنشوفك بكره شيف عبد الله. ثانك يو لك. واكيد اطباق طيبه هلا رح نقضي عليها بس نودعكم. بقيت نهار حلو وين ما كنتوا عم تحضرونا، واكيد نحن بنودعكم هلا وبنشوفكم بكره بعالم صباح جديد. انا بشوفكم نهار الاربعاء. باي باي.
touch I used to need. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with